بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. كالعاده حلقه جديده من البيت الكبير، ثلاث ايام انا مفتقد لحضراتكم، وكنت سعيد جدا 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 خلال الثلاث ايام اللي فاتوا، لانه عرفت الحمد لله ان قناة النادي الاهلي كانت او خدت في مهرجان الفضائيات العربية افضل قناة فضائية رياضية. الحقيقة مجهود كبير جدا جدا من الجميع، مجهود محترم كل العاملين في الشركة، كل العاملين في قناة النادي الاهلي، الحقيقة عاملين شغل رائع جدا. وكانوا قد ايه كنا تعبانين او كانوا تعبانين خلال الفترة السابقة بشكل كبير جدا. الحقيقة أنا بشكر كل الناس اللي اشتغلت معانا خلال هذه الفترة، وقد إيه أنا مبسوط وسعيد بكوني ولو جزء بسيط جدا جدا في هذا الأمر. شكرا جزيلا لكل جمهور النادي الأهلي. أنا قلت يمكن الكلمة دي امبارح وإحنا بناخد الجايزة، ولكن ما بنتش قوي، ولكن شكرا جزيلا لكل جمهور النادي الأهلي. دايما بشكركم، لأنه أي استفتاء جماهيري، أي استفتاء جماهيري دايما الأهلي هو اللي كسبان فيه، دايما في كل حاجة. في الرابطة لما يقول لك أليو ديانج وفلان وفلان تلاقي أليو ديانج هو اللي كسبان. هنا في أفضل قناة رياضية موجودة هي قناة النادي الأهلي من خلال مهرجان الفضائيات العربية زي ما حضراتكم شفتوا امبارح من خلال استفتاء جماهيري، وبالتالي يظل دائما جمهور النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء، ودايما هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، قد ايه احنا مبسوطين، قد ايه احنا سعداء. الناس كلها اللي كانت موجودة اللي شغالين هنا في القناة الحقيقة كلهم كانوا سعداء، كلهم كانوا مبسوطين. الحمد لله سنة جديدة من النجاح، سنة جديدة من الأمور الجيدة، وإن شاء الله يظل دائما النادي الأهلي في القمة كالعادة، سواء في النادي الأهلي كنادي ألعاب رياضية ونواحي اجتماعية وكل شيء، أيضا قناة النادي الأهلي تظل دائما في القمة. شكرا جزيلا لجمهور النادي الأهلي. نطلع نشوف هذا الموضوع ونرجع مرة تانية. أي حاجة فيها الأهلي تبقى شاطرة وتبقى صح. جمهور النادي الاهلي اي لاف يو، لان انا اهلاويه جدا جدا جدا، واخده المايك لونه احمر وانا اهلاويه من زمان قوي. هقول ايه، الاهلي يعني ما اقدرش، الاهلي واحد بس، الاهلي اونلي وان. الاهلي عايزه ايه؟ الاهلي يا فندم. انا اهلاوي يعني ومن عيله اهلاويه. دوري وكاس اهلي اهلي. ان شاء الله ناخد الدوري السنه دي وناخد كل البطولات كالعاده يعني كالعادة. اللون ده له في قلبي مكانه كبيره قوي. شكرا جزيلا لكل العاملين في قناة النادي الأهلي على هذا الإنجاز للعام الثاني على التوالي. بشكركم دائما على كل ما يحدث، وبشكر مرة تانية كل العاملين على كل الاجتهاد وكل التعب، تعب طويل جدا 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 خلال فترة طويلة جدا، ولكن يظل دائما الشكر الأكبر والشكر الأعظم هو لجمهور النادي الأهلي. شكرا جزيلا دائما لجمهور النادي الأهلي. ست نقاط من مباراتين قبل مباراة السوبر. النهاردة نادي الأهلي بيحقق فوز على نادي أسوان المجتهد بهدف نظيف. عندنا كلام كتير جدا نتكلم في هذا الأمر وموضوعات كثيرة، ولكن خليني أقول أن الأهلي خد ست نقاط من مباراتين. الحقيقة عجبني جدا مارسيل كولر النهاردة. مارسيل كولر في كلامه بعد المباراة في المؤتمر الصحفي عندما تحدث قال طبعا احنا المباراة كانت صعبة، ولكن احنا صعبنا المباراة اكتر على نفسنا، ولانه كان من الممكن ان احنا ننهي هذه المباراة بهدف واثنين وثلاثة واربعة، ولكن انت صعبت المباراة على نفسك بان انت احرزت هدف من ركلة جزاء صحيحة 100%. بأحيي عليها حكم اللقاء كابتن احمد الغندور، بالمناسبة هي لو مش ركلة جزاء كنا هنقول ان هي مش ركلة جزاء بالمناسبة، يعني لو كان ده حصل، لكن هي ركلة جزاء واضحة جدا لأي حد، يعني لو حد معدي من بره شايف ان دي ركلة جزاء. اذا ركلة جزاء صحيحة 100%،
وتم احتسابها احرزها علي معلول هدف المباراه الاول والوحيد. طيب ايه اللي حصل بقيه المباراه؟ كان من الممكن ان تنتهي هذه المباراة بأربعة أو خمس أربعة خمس أهداف، نادي الأهلي يستطيع أن هو يقدر يكسب هذه المباراة بهذه النتيجة، ولكن للأسف الشديد الأمور ما كانتش على أفضل ما يكون. عندنا لسه بناء طبعا على كلام مارسيل كولر نحن لسه عندنا بعض العيوب وبعض السلبيات الواضحة، لكن إيه اللي هيحصل؟ هنظبط، هنحاول أن احنا نظبط، ونحاول دايما أن احنا ناخد الحاجات الإيجابية ونتكلم فيها، لكن السلبي كلنا عارفينه وكلنا بنتكلم فيه. لكن المباراة النهاردة كان فيها مكاسب عديدة الحقيقة، منها عودة بيرسي تاو، استمرار استعادة جهود اللاعبين العائدين من الإصابة واكتسابهم لفورمة الملعب، كمان واضح أن كولر في دماغه بعض الأفكار الفنية بيحاول يطبقها ويجرب بعض اللاعبين فيها. يعني النهارده كان واضح وصريح في المؤتمر الصحفي، قال انا سعيد بالفوز، طبعا ايا ما كان الفوز، هو هذا الرجل عنده عقليه واضحه جدا ان هو ما عندوش مشكله في ان احنا نبقى وحشين، او مش ما عندوش مشكله، المهم اكسب وبعد كده اشوف ايه السلبيات اللي عندي واحاول ان انا احولها لايجابيات، لانه قال ان في حاله عدم تركيز في مواقف دفاعيه ادت لهجمات على النادي الاهلي. هايل هايل لكولر طبعا، وكمان كان في عدم تركيز في انهاء الهجمات، كلنا متفقين مع كولر على هذا الكلام. هل في حد اهلاوي مش متفق على هذا الكلام مع كولر؟ لكن هنعمل ايه؟ هنشتغل على الكلام ده خلال الاسبوع اللي جاي. بعض الناس كانت بتقول ان ده تاثير مباراه السوبر، كولر قال بشكل صريح وواضح عمري ما فكرت في المباراة التالية قبل ما تنتهي المباراة الحالية. وبعدين كولر قال انه من اول ما قعد وكل اي ما يتقابل مع اي حد في الشارع يقولوا له ماتش الزمالك. طبعا مباراة الزمالك دائما بتكون مباراة مهمة جدا جدا جدا، مباراة مهمة من الناحية المعنوية ومن الناحية كل حاجة الحقيقة. عفوا. طبعا مباراة الزمالك مباراة مهمة جدا لكلنا كأهلاوية وكزملكاوية برضو، بيقعدوا مستنيين مباراة النادي الأهلي، بيقعدوا نفسهم يكسبوا النادي الأهلي، أيضا النادي الأهلي نفسه يكسب مباراة الزمالك. ده الديربي، دي الحياة اللي احنا دايما عايشينها، ده اللي احنا دايما بنشوفه في كرة القدم. وبالتالي اللي بقوله لحضراتكم أو اللي بيقوله كولر، لكن زي ما بيسألوني هو بيقول كده، يعني زي ما الناس بتسألني عن الماتش اللي جاي، طب هم ليه ما بيسالونيش عن الماتش الحالي؟ هي دي الفلسفه بتاعت كولر، ان انا لما اخلص الماتش اللي انا فيه دلوقتي يبقى خلصته ابتدي افكر في المباراه التاليه. وبالتالي هو بيقول ان انا مش هقدر اخش جوه دماغ اللاعبين واتكلم معاهم واقول لهم شيلوا الماتش اللي جاي من دماغكم، قال لك هي مش بتاعتي. وقال ان كمان ان تغييراته النهارده لم يكن لها اي علاقه بمباراه الزمالك. وبالمناسبة وأنا بتكلم على كولر، حضراتكم تتذكروا إن أنا لما طلبت من مارسيل كولر إن هو يكون متواجد معايا على الهواء مباشرة، قال لي يعني إن هو قال كل حاجة في المؤتمر الصحفي، قال لي أصبر لما نعمل حاجة كويسة لجمهور الأهلي لمجلس الإدارة ولينا كأشخاص كطاقم تدريبي، ونطلع نتكلم مع جمهور النادي الأهلي من خلال قناة النادي الأهلي. هو قال كده، قال لك انا قلت كل حاجه على الموقع الرسمي وعلى في المؤتمر الصحفي، وبالتالي يعني مش هيبقى ليها لازمه ان انا اطلع. والحقيقه كلنا على الرغم من ان انا كنت ممكن اضغط واخليه يطلع، لكن تمام انا اقتنعت بوجهه نظر كولر وشفت ان كولر بيتكلم صح. هو قال كل حاجه في المؤتمر الصحفي، وبالتالي خلاص ما نتكلمش معاه، ان شاء الله لما ربنا يكرمنا بحاجه كويسه الفترة القادمة يكون معانا على الهواء مباشرة. وقال لي أنا مش هخرج غير من خلال القنوات الرسمية، ما عندناش قناة تانية اسمها قناة الأهلي، هي قناة الأهلي واحدة، هي قناة النادي الأهلي واحدة، قناة الأهلي اللي يعني دايما كل جمهور النادي الأهلي بيقعد يتفرج عليه. وبالتالي أنه كولر لا يتحدث في وسائل الإعلام خارج الإطار الرسمي، خارج الإطار الرسمي، يعني
لما احنا بنحاول نروح له ونتكلم معاه فبيتكلم لان قناه النادي الاهلي فبيقول او بيتكلم فيها، وده واضح لان هو قال انا مش هتكلم الا في الاطار الرسمي اللي هو قناه الاهلي مركز الاعلامي. قبل كده كان في الاول كان المؤتمر الصحفي، وبالتالي كل ما يصدر عن مارسيل كولر هو كلام غير صحيح، هو كلام لم يحدث. انا تعاملت مع هذا الرجل وشايف ان ممكن يكون حد كلمه بره الاطار الرسمي او الكلام ده، اولا ده مش حقيقي، ولكن حتى لو ده حصل طالما بره الاطار الرسمي يبقى ما ينفعش ان هو يتقال. لكن هو ما حصلش اصلا لانه تم نفي هذا الامر على الموقع الرسمي للنادي الاهلي، فحتى قال لك عن يعني حوار عن طريق وسيط، ما انا ما اعتقدش الحقيقه. هو نفسه كولر نفى رسميا هذا الكلام. احنا كل يوم موجودين في النادي ولما نطلع نتكلم مع الراجل وبنسمع من الراجل وبنشوف منه حاجات كتيره جدا ممكن نطلع نقولها يعني، لكن انا شخصيا طبعا ما ينفعش او ما بطلعش اتكلم في هذه الامور، لانه في النهايه لما يحب يتكلم ويطلع يتكلم مع جمهور النادي الاهلي هيطلع من خلال قناته، من خلال الـ الـ القنوات الرسميه الخاصه بالنادي الاهلي سواء الموقع الرسمي او قناه النادي الاهلي. اي حاجه ثانيه بفضل حضراتكم، لانه ممكن جدا جدا يكون بيحصل حاجه، في حد بيحاول يخبط حد في حد، بيعمل حاجه في حاجه، امور كثيره جدا جدا. لكن في النهايه اللي انا بقوله دايما واللي انا دايما بحب اتكلم فيه مع حضراتكم هو الحقيقه كامله تكون واضحه امام حضراتكم. احنا بنطلع نقول كلمتين بنقوم الدنيا، معرفش ليه، مع ان انت بتتكلم بمنتهى الاحقيه. هو انت لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي وتقول ان هو الجرار اللي بيعمل كره القدم المصريه، ها، يبقى هذه هي الحقيقه مش انا اللي بقول. وهوري لحضراتكم كمان شويه بعد ما اتكلم عن المباراه، انا عندي النهارده ارقام لما حضرتك هتعرفها كاهلاوي هتفتخر بهذه الارقام. مبروك للنادي الاهلي 3 نقاط، عشان اتكلم في الموضوع الثاني لانه موضوع مهم جدا، جدل كبير جدا على موضوع الرعايه. اشمعنى الرعايه واشمعنى النادي الاهلي ومش عارف ايه، هقول لكم. ولكن خلينا نستعرض نتائج هذه المباريات اليوم، المصري وبيراميدز وتعادل سلبي ما بين الفريقين، نادي الزمالك بيفوز على نادي سيراميكا بهدفين مقابل لا شيء، ثم الاهلي بيفوز على اسوان في نهايه هذا اليوم بهدف مقابل لا شيء. اروح بقى لحضرتك للي حضرتك عايزني اتكلم فيه اللي هو قصه الرعايه، وده يقول لك اصل انا احق، وده يقول لك كذا او كذا. انا مش عايز اتكلم على انديه اخرى، والله انا هتكلم عن النادي الاهلي. ناس تقول تطلع تقول لك ايه سووني يا جماعه بالنادي الاهلي. طيب خليني اوري حضرتك مؤشرات بسيطه، مؤشرات بسيطه. تقرير عملته روسيا اليوم، وبالمناسبه حضرتك كاهلاوي تقدر تخش تشوف الارقام دي، سهله جدا ان انت تخش تشوف الارقام اللي انا هقولها هل هي ارقام صحيحه ولا غير صحيحه. اذا ما شفتهاش على موقع روسيا اليوم ممكن برضو تشوفها بنفسك لما اجي اتكلم عنها. منصات السوشيال ميديا الخاصة بالأندية العربية، وبالمناسبة ده كان في يونيو الماضي، مين النادي رقم واحد في، أنا بتكلم عربيا مش في مصر، أنا بتكلم إيه عربيا مش في مصر، النادي الأهلي المصري هو رقم واحد ب 35 مليون متابع و8 من عشرة، حوالي 36 مليون متابع على كل وسائل التواصل الاجتماعي، يعني على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك وعلى تويتر وعلى اليوتيوب. 35 مليون و8 من عشرة رقم صحيح. تقدر حضرتك دلوقتي كأهلاوي تفتح الفيسبوك بتاع قناة بتاع النادي الأهلي هتشوف كم متابع، تفتح تويتر تشوف كم متابع، تفتح انستجرام تشوف كم متابع، تفتح التيك توك تشوف كم متابع، وبعدين تفتح اليوتيوب تشوف كم متابع، هتجمعهم
وانت قاعد دلوقتي معايا وانت قاعد بتتفرج هتلاقيهم 35.8. ده كان في يونيو اللي فات، انا بتكلم على يونيو اللي فات، يعني هتلاقيه دلوقتي 36 وشويه. مين النادي رقم 2 بعد النادي الاهلي؟ نادي كبير جدا وعظيم وواحد من اعظم الانديه العربيه والانديه السعوديه، نادي الهلال السعودي. بكام متابع؟ 15.6 مليون متابع. يعني النادي الاهلي 35، احسبها بقى، يعني النادي الاهلي ضعفه وشويه، اكتر من الضعف. طب مين الثالث؟ نادي كبير، نادي الزمالك المصري، 14.6 مليون متابع. مين الرابع؟ الرجاء البيضاوي. قبل ما اروح للرجاء البيضاوي، نادي الزمالك 14.6 مليون متابع. هل الكلام اللي انا ده في يونيو اللي فات؟ ممكن يبقوا مثلا 15 دلوقتي. حضرتك لو فتحت الفيسبوك وبعدين فتحت تويتر وبعدين فتحت انستجرام وبعدين جمعت كل المتابعين لنادي الزمالك على الحاجات دي هتلاقيهم 14.6 في يونيو اللي فات. موضوع بسيط ما فيهوش مشكله. رجاء البيضاوي المغربي 9.2 مليون متابع. اتحاد جده 6.2 مليون متابع. هكتفي باول خمسه بس، انا كان عندي 10 لان فوارق الارقام كبيره جدا. النادي الاهلي 35.8 ونادي الهلال بعديه 15. مش اسلام اللي بيقول، لا ولا جمهور الاهلي اللي بيقول، انا اسف، هو جمهور الاهلي اللي بيقول، لان جمهور النادي الاهلي بيحب ناديه وبيتابع ناديه في كل مكان وبالتالي عامل له هذه الارقام. هذه الارقام بفلوس، الارقام اللي انا بتكلم عليها دي بفلوس يا فندم. ما ينفعش حد يبقى عنده 35.8 مليون تساويه بحد عنده 10 مليون مثلا او عنده 20 مليون متابع. ده رقم وده رقم، ده على نطاق حاجه واحده فقط وهي السوشيال ميديا، لكن هي ارقام واضحه وصريحه وسهله جدا لاي حد يطلع يبص عليها ويشوفها، ما فيهاش مشاكل. طب اتكلم عن البطولات اللي انا فاكره ولا اجيب لكم حاجات ورق او يعني حاجات رسميه؟ لا مش اللي انا فاكره، لانه هقول ارقام عشان الارقام لا تكذب ولا تتجمل. الارقام بتقول ايه؟ 42 دوري، 37 كاس مصر، 11 سوبر مصري، 10 دوري ابطال افريقيا، 4 كاس الكؤوس الافريقيه، 1 كونفدراليه، 1 افرو اسيويه، 8 سوبر افريقي، 3 برونزيه كاس العالم للانديه. نادي القرن في افريقيا. ده لغايه اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها دي. ايه اللي هيحصل اللي جاي ايه؟ هنشوف. ولو على القرن الجديد، يعني لو قفلوا دلوقتي وقال لك القرن الجديد، هيبقى النادي الاهلي هو نادي القرن الجديد دلوقتي يعني. وحتى هذه اللحظه النادي الاهلي هو النادي المصري الوحيد اللي لعب كاس العالم للانديه وخدنا البرونزيه 3 مرات. عندما يتكلم اي حد في هذا الامر، في امر الرعايه تحديدا، من فضل حضراتكم نتكلم مع اي حد بهذا الشكل بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب. الارقام لا تكذب ولا تتجمل. موضوع بسيط جدا، انا عمري ما هاخد نفسي وارد على رد مش مظبوط، لان انا بشتغل تحت رايه وتحت شعار اسمه النادي الاهلي، فانا هتكلم بالاحترام والادب والاخلاق. عمري ما هغير هذا الامر، عمري ما هغير هذا الامر. فاللي انا بقوله لحضراتكم ده مقنع ولا مش مقنع؟ 35.8 ماليش دعوه باي حاجه. خليني اقول على النادي الثاني على طول، نادي الهلال السعودي، وهو واحد من اكبر واهم الانديه العربيه، واحد من اكبر واهم الانديه اللي واخده بطولات كتيره جدا. نادي الاهلي 35.8، نادي الهلال 15 مليون وشويه او 16 مليون متابع. فلوس،
فلوس بتتكلم، الفولورز او المتابعين ليك على كل مواقع التواصل الاجتماعي بيكلموا وبيدوك فلوس، بيدوا للنادي الاهلي فلوس من خلال متابعتهم لكل ما يخص النادي الاهلي. ده خلي بالك انا مطلع قناه النادي الاهلي والشغل بتاع قناه النادي الاهلي بره الموضوع ده، انا بكلمك على الحاجات الخاصه بالنادي، الموقع الرسمي النادي. طب نقول ايه تاني؟ عشان كده تسويق الدوري المصري بيتم عن طريق اسم وتاريخ وبطولات كل الانديه الموجوده، الموجوده كلهم ال 18 اللي موجودين دلوقتي، وعدد الكبير من الانديه اللي لعب قبل كده في الدوري الممتاز منذ ان تم تسويقه وحتى الان. ولكن النادي الاهلي قيمه تسويقيه كبيره وعظيمه، بلاش اقول جرار عشان بتزعل الناس فبلاش اقول، لكن النادي الاهلي هو القيمه التسويقيه الكبيره والمعروفه للناس كلها. خلوني اشبه حضراتكم حاجه بسيطه، يعني عارفين سوق الانتاج السينمائي مثلا والمنتجين لما يحبوا يعملوا فيلم عشان يجيبوا ايرادات كبيره وكمان فيلم يبقى له قيمه ومعنى بيعملوا ايه؟ بيروحوا يجيبوا نجم كبير جدا، شوفوا مين الممثل اللي ليه جماهيريه كبيره ويخلي الناس تروح تشتري التذاكر عشان تقعد تتفرج عليه. ممكن جدا يكون حواليه ممثلين كبار جدا وعظام ولهم اسمائهم وكل حاجه، ولكن هو ده اللي بيتحط على الافيش عشان يجيب التذاكر، فبيكون هو صاحب النصيب الاكبر والاجر الاكبر والصوره الاكبر والرعايه الاكبر وكل شيء. فلما حد يجي يتكلم نتكلم بالارقام علشان الارقام واضحه وصريحه لكل الناس، لكل الناس مش لإسلام. هو إسلام اللي جاب وقال إن الأهلي عنده 35.8 متابع، مش إسلام ده، هو ده حاجة موجودة على السوشيال ميديا بتاعت النادي الأهلي. فالموضوع ده الحقيقة موضوع الواحد تعب منه. أنا يعني اتكلمت في الموضوع ده كتير جدا قبل كده وناس كتيرة جدا هاجمتني وقعدوا يقولوا ده بيغلط، أنا عمري ما أغلط، كل أندية مصر على دماغي من فوق، من أصغر نادي يعني زي ما حضرتك من أصغر نادي من ناحية البطولات يعني لغاية أكبر نادي، ما عنديش أي مشكلة مع أي حد، والنادي الأهلي عمره ما بيكون كده، ولكن أنا لما بتكلم في الحقيقة هتلاقي ناس كتيرة جدا بتزعل ويعيط والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. لا، إحنا مش هنعمل كده، إحنا لما نيجي نتكلم هنتكلم بالأرقام، لأن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. لما حد يجي يتكلم لو سمحتوا طلعوا الأرقام، ولو ينفع ما أعرفش ينفع نبقى بنتكلم، لأنه الكلام الكتير ما بيوريش ما بيودكش الحاجة. لو نتكلم مع بعض بالأرقام، أنا أرقامي كذا، إسلام أرقامه كذا، عمر أرقامه كذا، محمد أرقامه كذا، علي أرقامه كذا، محدش هيقدر يتكلم ولا حد هيقدر يبص في هذا الأمر، لأن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. نروح لموضوع تاني كده، أنا عشان بس أريح الناس وخليهم إيه يبتدوا يفكروا كويس في موضوع الرعاية. موضوع التاني موضوع منتخب مصر الأولمبي، تعادل النهاردة 0-0 مع إسواتيني في إسواتيني الحقيقة في التصفيات المؤهلة للبطولة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد. النهاردة المباراة انتهت بتعادل سلبي زي ما قلت لحضراتكم، وبالتالي مباراة العودة أصبحت مهمة ومصيرية لمستقبل منتخب مصر الأولمبي الطامح للتأهل للأولمبياد. هو احنا هنا في البيت الكبير في هذا البرنامج وفي هذا المكان اتكلمنا على ايه من شهر؟ مش مرة ولا مرتين ولا ثلاثة أربع مرات. ولما كنت بتكلم كنت بتكلم في مصلحة عامة بالمناسبة، وكان واقف في ظهر النادي الأهلي، يعني النادي الأهلي شايف أن المصلحة أهم حاجة مصلحة البلد، منتخب مصر. أنا ما بتكلمش النيابة عن النادي الأهلي، النادي الأهلي عنده مسؤولية بالمناسبة يقدروا يتكلموا عنه، لكن أنا بتكلم البيت الكبير بقول إيه. فإحنا ما
من اربع مرات خلال الشهر اللي فات يا جماعه من فضل حضراتكم حاولوا تحلوا الموضوع ده من بدري علشان لعيبه الاهلي يبقوا مستريحين ولعيبه الزمالك يبقوا مستريحين ونشوف ماتش حلو يليق باسم الفريقين الكبيرين الاهلي والزمالك في السوبر في الامارات. لكن طبعا النهارده الناس مش مركزه قوي لان ده المنتخب الاولمبي هيسيب فلان وهيسيب علان وهيمشي هنا وهيمشي هنا. في النهايه هنشوف ايه اللي هيحصل خلال المباراه اللي جايه. ولكن عارفين دلوقتي حضراتكم اتحاد كره القدم بيعمل ايه؟ اتحاد كره القدم بيعمل ايه؟ في الاول بلغوني يعني عن طريق وسطاء ان احنا عملنا اللي علينا ويعني هنحاول يعني ناجل الماتش وكاف ما ردش عليهم. دلوقتي بقى بعد النتيجه دي اتحاد كره القدم وانا بقول لحضرتك معلومه، هناك محاولات كبيرة وجادة بيحاولها اتحاد كرة القدم لتأجيل مباراة إسواتيني في العودة. تتلعب 24 ساعة بس، تتلعب يوم واحد بدل ما تتلعب يوم 30. بحيث الأهلي والزمالك يخلصوا ماتشهم 28 واللعيبة اللي هنا واللي هنا يروحوا. طب ما أكمل أول يا جماعة. أنا بقالي شهر بنبح في صوتي علشان حضراتكم، عشان مصلحة بلدي طبعا وده اللي يهمني، وتاني حاجة علشان مصلحة نادية ومصلحة النوادي في مصر كل الأندية. أنا هنا بتكلم على كل الأندية. هو هتدي النادي الأهلي حاجة ومش هتدي الزمالك حاجة؟ لا هتدي، مش هتدي الزمالك حاجة، هتعمل كده وهتعمل كده، لكن مصلحة المنتخب ومصلحة النادي مهمة جدا جدا جدا. ليه ما حدش بيبص للموضوع غير لما تبقى في مشكله؟ هو كان الموضوع عباره عن ايه؟ ان الناس في المنتخب الاولمبي كانوا متخيلين انهم هيروحوا يكسبوا اسواتيني هناك 3-4 والموضوع يخلص هناك وتبقى الدنيا لطيفه واللي عايز هنا حاجه يروح واللي عايز هنا حاجه يروح. ممكن تكون فكره. لكن دلوقتي هتعمل ايه؟ تعادلت 0-0 في اولى المباريات وعندك مباراه مهمه جدا وصعبه جدا. معلومه مره ثانيه بقولها، اتحاد كره القدم يعني مش عايز اقول لحضراتكم بيعمل ايه علشان يحاول تاجيل هذه المباراه ليوم زياده، لان هي خلاص اصبح هذا الموضوع مقفول دلوقتي. اتمنى ان تكون صفوف المنتخب الاولمبي مكتمله تماما وعنده 7 لاعبين في المنتخب الاولمبي. النادي الاهلي عنده 7 لاعبين في المنتخب الاولمبي. اكيد مباراه السوبر طبعا مباراه مهمه، ولكن انا شخصيا اتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. ولكن زي ما لازم اتحاد كره القدم يتحمل مسؤولياته، وزي ما عمل المشكله يحلها، دي مسؤوليه. وانا بقالي شهر وكلمت كل المعنيين بهذا الامر، لكن للأسف الشديد وصلنا لنقطة الصفر، محدش عارف حاجة، محدش تحرك غير لما الدنيا بدأت تبقى مقفلة. ما نشوف هيحصل في هذا الأمر إيه. عندما كان التحكيم في الأسبوع الأول جيدا، طلعنا من هذا المكان وسقفنا. وقبلها حذرت من محاولات افشال كلاتنبرج. يعني لما بنلاقي حاجه حلوه او بنتنشأ على حاجه حلوه بنطلع نقول، ومن اول ناس بنشيد واول ناس بنسقف واول ناس بنقول هايلين ورائعين، كل حاجه بنقولها. تحكيم النهارده الموضوع فيه مختلف شويه. رجعنا سنه ورا، او يعني رجعنا 3-4 شهور ورا، بدايه الموسم كانت تبشر بأسماء أو تبشر بتحكيم رائع، ولكن هل ينفع أحط إيدي في جيبي عشان أطلع إنذار وبعدين أبص أشوف لون الفانيلا أقوم جاي حاطط تاني الإنذار في جيبي ومكمل؟ هل أنا اللي قلت هذا الكلام؟ مش أنا، كل خبراء التحكيم قالوا هذا الكلام. افتحوا المواقع وافتحوا عشان اللي هيطلع يشتم يعني ويعمل يبقى عامل حسابه من دلوقتي. يعني حط ايده في جيبه، قال لا، حط الايد الثاني خلاص. وبعدين
الاسبوع الثاني، احنا بنتكلم على الاسبوع الثاني. وهنا برضو مره ثانيه، لانه الحقيقه الناس واضح ان هي بعد ما لا يشجع النادي الاهلي ما بيفهموش الكلام اللي انا بقوله الحقيقه، شايفين ان انا بتكلم كلام، لان انا عمري ما بغلط في حد وما ولا انا هنا بتكلم عن التحكيم. هذه الكره لو كانت في مباراه ثانيه كنت هطلع اتكلم فيها وعنها، ما عنديش مشكله، انا ما بخافش من حد الحمد لله، لكن دايما بحط مصلحه بلدي والحكام في مصر اولا. الاسبوع اللي فات لو انا ما بعملش كده، لكن ممكن اجيب لحضراتكم الفيديو في الاسبوع اللي فات، حتى بعض من جمهور النادي الاهلي يعني زعلان مني او انتقدني شويه عشان اتكلمت عن التحكيم بشكل جيد، لكن انا قلت واتكلمت عن التحكيم بشكل جيد. النهارده لا، في مشكله، لانه المشكله ممكن تكون مشكله عفويه وتحصل، لكن ان انا احط ايدي في جيبي واطلع وبعدين اجي ادخل تاني اشوف لون الفانيلا دخل تاني، رغم ان الجوله الاولى الحمد لله مرت بسلام، كانت الجوله الثانيه يعني بدانا نشوف بقى حاجات من اللي حصلت المواسم السابقه. مش عايزين نرجع تاني للمواسم السابقه وما حدث. 17 نادي اتكلموا عن التحكيم، مش اسلام، مش النادي الاهلي فقط. وكلاتنبرج هيعلق على اللقطه دي اللي مصر كلها شافتها ومصر كلها بتتكلم عنها، هيقول ايه يا ترى؟ فيديو هيعمله كلاتنبرج بعد الجوله الثانيه هيكون في تعليق على الكره دي ولا لا؟ طيب هيزعلنا المحادثه اللي تمت ولا لا اذا كان في محادثه بين الحكم الساحه وحكم الفار؟ اسئله مهمه جدا، وننتظر اجابتها من كلاتنبرج ان شاء الله نهايه هذا هذه الجوله. وبمناسبه كلاتنبرج، احنا ما زلنا في انتظار اعلان طاقم حكام اوروبي على مستوى المباراه، على مستوى عالي يعني من الفئه الاولى على لمباراه السوبر. وبرضو على مسؤوليتنا هنا بقول لكم ان الاخبار اللي تم تداولها عن الاستعانة بطاقم حكام إماراتي هي أخبار غير دقيقة، لأن المسؤول عن تعيين الحكم لهذه المباراة هي لجنة الحكام في مصر، وطبعا مارك كلاتنبرج هو اللي هيكون المفروض يعني هو اللي هيكون المسؤول عن اختيار طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة السوبر. فمواضيع كتيرة جدا النهاردة، بعض التأجيلات الخاصة طبعا في اللي بيحصل بسبب مؤتمر المناخ اللي هيقام في شرم الشيخ، فطبعا احنا كلنا في ظهر بلدنا ودي ظروف خارجه عن الاراده الحقيقه، ما حدش يقدر يتكلم في هذا الامر، وبالتالي كلنا هنقف ورا بلدنا، كلنا هنقف ورا نادينا خلال هذه الفتره، لانه هذه الفتره فتره صعبه جدا 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 في ظل ما يحدث من اخطاء او بدات تحدث اخطاء في التحكيم خصوصا في الجوله الثانيه. ها؟ فاحنا النهارده بنتكلم بهدوء. النهارده بنتكلم بهدوء. لأنه أنا متأكد إن هو هيتم تدارك هذا الأمر. أو من المفترض، أنا راجل مش خبير في التحكيم، لكن من المفترض أن يتم تدارك هذا الأمر، لأنه خطأ واضح. طلعت، بعدين حطيت وخلاص. فأتمنى أن يتم تدارك هذا الأمر. ونرجع، واللي يكسب الدوري يكسبه، واللي يفوز بالدوري يفوز بيه، لكن خلي عندك عدالة تحكيمية وعدالة جماهيرية، وكل الأمور كلها تبقى عادلة في كل الأمور. طيب خلينا نستعرض مع حضراتكم المواعيد الجديدة اللي أعلنتها رابطة الأندية. الجولة الثالثة السبت 29 أكتوبر، أسوان في غزل المحلة في استاد أسوان، الميعاد الساعة 3 عصرا. المصري في إمبي استاد برج العرب الساعة 5 مساء. الاثنين 31 أكتوبر اتحاد السكندري هيقابل طلائع الجيش في استاد اسكندرية الساعة 5. المقاولون العرب هيقابل فاركو في استاد المقاولين العرب، الموعد الساعة 7 مساء يوم الثلاث 1 نوفمبر. أما يوم الثلاث 1 نوفمبر حرس الحدود وسموحة في استاد حرس الحدود الساعة 5. البنك الأهلي وسيراميكا في استاد القاهرة الساعة 7. الأربع 2 نوفمبر الداخلية في الأهلي في استاد السويس الجديد، الموعد الساعة 5 مساء. والإسماعيلي في فيوتشر لم يتم تحديد هذه المباراة. الزمالك وبيراميدز لم يتم تحديد هذه المباراة.
ماشي. مباراة من الجولة الرابعة الأربعاء 2 نوفمبر إنبي في الزمالك استاد المقاولين العرب، الموعد الساعة 7 مساء. يعني ده الجدول الجديد اللي هيمشي اللي هنمشي عليه من خلال رابطة الأندية. طيب دي كانت النهاردة الأمور اللي هنتكلم فيها أو المواضيع اللي هنتكلم فيها. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع بعد الفاصل أو نشوف فيديو جراف أو إنفوجراف عن 10 أرقام قياسية أهلوية في تاريخ الدوري المصري. وفاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نتكلم عن أخبارنا، أخبار البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. من ضمن موضوع الرعاية وإحنا بنتكلم، طبعا اتصالات مصر أصبحت راعيا للنادي الأهلي. وفد الأهلي أو أول خبر عندنا، وفد النادي الأهلي بيبحث آليات التعاون مع اتصالات مصر الشريك الاستراتيجي والراعي الرئيسي للنادي. زي ما حضراتكم شايفين من على اليمين المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، والمهندس الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، أستاذ خالد مرتجي أمين الصندوق في النادي الأهلي، أستاذ محمد يحيى نائب رئيس شركة برزنتيشن سبورت. الحقيقة وتعاون واضح وملحوظ ما بين كل هذه الجهات للتوصل لهذا الاتفاق الكبير والعظيم. الحقيقة لكل من يريد أن يعلم قيمة النادي الأهلي، زي ما حضراتكم شايفين أرقام كبيرة وأرقام مهمة جدا بيعملها النادي الأهلي في عقود الرعاية. والله 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 ما هو تقليل من حد، على قد ما هو أنا بفتخر بنادية، أنا بحب نادية، عارف اللي عندي إيه، عارف اللي عندي إيه وعايز أعمل فيه إيه وعايز أوصل بفين. عندنا مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب والأستاذ العمري ونائب الرئيس والأستاذ خالد مرتجي أمين الصندوق. الحقيقة كلهم الحقيقة كانوا بيعملوا شغل رائع جدا. الأستاذ أحمد يحيى طبعا كان متواجد من شركة اتصالات رئيس الجزء الخاص باتصالات. الحقيقة لأنه زي ما قلت لحضراتكم الموضوع كبير جدا 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 جدا، مش زي ما حضراتكم متخيلين ان هي يعني واحد بيدي الواحد مبلغ علشان يبقى موجود على التيشيرت بتاعه. هو الموضوع اكبر من كده بكتير جدا الحقيقه، لانه هناك شراكه استراتيجيه وراعي رئيسي. هنجيب يوم حد من المتخصصين في الرعايات وفي هذه الامور يتكلم مع حضراتكم علشان كلنا نبقى فاهمين يعني ايه راعي رئيسي ويعني ايه شراكه استراتيجيه، بتودينا لفين، بتطلعنا من الشكل العام والتقليدي للرعايات لأمور أخرى. إيه هي؟ هنعرفها تباعا خلال الأيام القادمة، وإن شاء الله نجيب حد نفهم منه ونسمع منه إيه اللي بيحصل في موضوع يعني إيه شراكة استراتيجية ويعني إيه راعي رئيسي. أيضا النهاردة كان في تفاصيل اجتماع للجنة الموارد البشرية بالنادي الأهلي. عقدت لجنة الموارد البشرية برئاسة العمري فاروق نائب رئيس النادي اجتماعا مطولا في حضور المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، والأستاذ عماد حلمي المدير المالي، والأستاذ أحمد النحاس مدير فرع القاهرة الجديدة، وممثلين عن عدد من الإدارات المعنية. شهد الاجتماع تفعيل قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيينات فرع القاهرة الجديدة ومثل هذه الأمور. حمدي فتحي رجل مباراة الأهلي وأسوان، ألف ألف مبروك، يستحق. أستاذ عامر حسين بيقول اختار الأندية بمواعيد الجولتين 3 و4 وإيقاف طاهر مباراتين وتغريم فيريرا. أكد الأستاذ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن توقف الدوري بالجولتين 3 و4 سيكون بسبب قمة المناخ وسيتم اختار الأندية بالمواعيد الجديدة. أكد رئيس لجنة المسابقات أنه تم توقيع غرامة قدرها 20,000 جنيه بسبب تصريحات فيريرا عقب المباراة، مباراة الزمالك وسموحة، وإيقاف طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي مباراتين و10,000 جنيه غرامة بسبب طرده في لقاء الإسماعيلي. أستاذ عامر حسين برضو قال نقطة مهمة جدا، قال بنستخدم الفيديوهات للعقوبات في الحالات التي لا يراها الحكم، ولكن الفيصل في العقوبات هو تقرير الحكام، وتم التأكيد على الحكام بأن أي اعتراض يتم وضعه في التقرير. رجال سلة الأهلي يفوز على سموحة في دوري المرتبط، وميكالي
المنتخب الأولمبي كان الأفضل أمام إسواتيني وقادرون على الحسم بالإسكندرية إن شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي في المباراة القادمة. منتخب الكرة الشاطئية يخسر من السنغال 6-4 في تاني مواجهات البطولات الإفريقية النهاردة. والحقيقة رجال يد الأهلي بيخسر أمام كيلسي البولندي في السوبر جلوب ويصل إلى المركز الرابع أو يحصل على المركز الرابع عالميا في هذه البطولة. وقدم رجال النادي الأهلي عرضا قويا رغم تأثره بغياب أكثر من لاعب من العناصر الأساسية. الحقيقة صادفنا وجهة نظري كده كده المباريات دي صعبة، يعني كونك أن أنت تكسب بنفيكا ده واحد من أفضل الأندية الأوروبية أو الحاصل على بطولة الاتحاد الأوروبي مؤخرا، أعتقد أن ده شيء هام جدا 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 وده في حد ذاته إنجاز كبير جدا لم نكن نتوقعه، ولكن رجالتنا وشبابنا عملوا مجهود رائع وقدرنا نكسب بنفيكا. المباراة اللي بعدها الفريق الألماني ماجدبورغ ده واحد من أكبر وأهم الفرق في العالم، مش في ألمانيا في العالم. مباراة كانت صعبة جدا وهو غالبا هيلعب برشلونة في المباراة النهائية لأنه فريق قوي جدا 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 هو ماجدبورغ مع برشلونة يقدموا لنا، فبالتالي ان انت تصعد الى هذا الدور وتصل ان انت تصل الى المركز الرابع اعتقد شيء جيد جدا نبني عليه لما هو قادم، نبني عليه لما هو قادم لان القادم هيبقى اصعب بكتير جدا جدا خلال الفتره اللي جايه بالنسبه لرجال اليد. ولكن شكرا جزيلا لرجال كره اليد رغم الاصابات ورغم أمور كثيرة جدا ولكن قدرنا نصل إلى المركز الرابع. رابطة الأندية في جماهير الأهلي في السعودية تكرم سراج الدين. الحقيقة الدكتور محمد سراج يستحق كل التكريم لأنه عمل مجهود كبير ورائع في هذه البطولة. ومصطفى عسل يتوج ببطولة جراس هوبر للسكواش بعد الفوز على الشوربكي. المصرية لمكافحة المنشطات تتواجد لسحب العينات في مباريات الدوري وتحذر من الترامادول مرة تانية لأن ده خبر مهم. المصرية لمكافحة المنشطات النادو المصري تتواجد لسحب العينات في مباريات الدوري وتحذر من الترامادول. كل التوفيق ل أول خليني أقول لحضراتكم إيه اللي حصل. حضرت الدكتورة هانم أمير من تناول عقار الترامادول وأوضحت أن الترامادول سيدخل ضمن قائمة المحظورات بداية من أول يناير 2024. عموما دي كانت أخبارنا. خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل عندنا فقرتين مهمين جدا. الفقرة الأولى النجم الكبير كابتن عادل طعيمة والنجم الكبير كابتن ماهر همام هيكونوا في ضيافتنا في البيت الكبير. هنتكلم أكتر عن مباراة الأهلي النهاردة والمباراة القادمة الأسبوع ده كله. عندنا السوبر المحلي إن شاء الله نادي الأهلي يستطيع أن يفوز في هذه البطولة بطولة السوبر المحلي، ولكن ناديين كبار جدا سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك نشوف هذه المباراة يوم الجمعة اللي جاية هيحصل فيها إيه. كلام كتير وكلام فني هام جدا مع نجومنا نجم الكابتن عادل طعيمة ونجم الكابتن ماهر همام، ولكن بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. كابتن عادل مشرف منور. نورك يا كابتن. الله يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر همام مشرف منور. كابتن سلام طيب. وحشنا يا كابتن طيب. كابتن ماهر والله يعني هو داخل بيسلم عليا كابتن عادل، ما انت لازم تشوف لك حل انت الكبير بتاعنا لازم تشوف لك حل في الموضوع ده. كابتن ماهر دلوقتي كل ما بفتح اي حاجه على السوشيال ميديا الاقي كابتن ماهر في وشي. انا بعتبره معايا بيتشقى داخل يسلم عليا بيتشقى على كبر ربنا يديله الصحه ويديك الصحه دايما ولا وعاملين شغل عامل شغل كويس جدا يا كابتن ماهر. ما هو شهر 10 بقى شهر انتصارات اكتوبر دايما. كل النجوم كابتن خطيب اكتوبر وانا اكتوبر وكريمي اكتوبر في حاجات كثيره جدا من نجوم جيلنا شهر اكتوبر. فاكتوبر يعني شهر العظماء شهر العظماء وشهر انتصارات يعني الحمد لله. كابتن عادل خلينا نتكلم فنيا بقى عن المباراة على طول. النهاردة شفت مباراة أسوان إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الحقيقة أنا سعدت جدا بالمؤتمر الصحفي اللي عمله كولر لأنه الحقيقة راجل صادق جدا مع نفسه ومع الجمهور وعمل كده زي روشيتا أو يعني توضيح كامل للي حصل في المباراة. طبعا بمنتهى الرقي منتهى الادب قال ان انا في حاجات معينه
مفروض ان انا اشتغل عليها. في حاجات معينة انا شايف انها محتاجة شغل اكتر. في ناس مفروض ان انا اديها في الفترة اللي جاية لان انا لسه ما شفتهاش. في عدم تركيز من في المباراة، لعبنا اول 10 دقائق لعبناهم بشكل جيد. النهاردة بالجانب الفني كان اختراقات من اليمين ومن الشمال ومن العمق وكرات طويلة. الحقيقة كان الشغل كله كان منوع لمدة ربع ساعة، لكن من البداية أنا كنت حاسس إن التشكيل فيه مشكلة. أيوة المشكلة دي إحنا بقالنا سنة ونص بنعانيها. وإحنا بندق ناقوس الخطر. أيوة لأن إحنا مفروض إن إحنا في بعض اللاعبين ما بيأدوش الواجب الدفاعي بتاعهم، والدوري بتاعنا شرس جدا. جدا. طيب ممكن اتناقش معاك في النقطه دي تحديدا؟ طبعا. احنا وحضرتك عارف ان احنا عندنا ايه، مباريات ومباريات. يعني ايه؟ طبعا غلط اللي انا بقوله ده غلط، لكن اللعيبه انا بتكلم هنا بلسان اللعيبه، يقول لك ايه احاول اوفر مجهودي شويه عشان ماتش الزمالك مثلا. يعني ايه رايك؟ الحمد لله شكرا لله. لا ده شغل ترزي، انا بعمل الماتش. طب ما انا كان ممكن جدا لا قدر الله اتعادل النهارده جدا. ما انا بقول لك ان هو غلط. كان ايه اللي هيحصل؟ كان ايه اللي هيحصل يعني؟ الجمهور كنت هتبقى خسرت نقطتين. الجمهور كان هيتحمل يعني حاجه زي كده؟ لا مفيش حاجه اسمها في الكوره يا كابتن او في النادي الاهلي حاجه اسمها ان انا بلعب ماتش وماتش. حتى الراجل قال كده. ايوه الراجل الكولر قال كده، قال انا ما بفكرش في ماتش الزمالك، انا كل ماتش بلعبه وماليش علاقه بالماتش اللي بعديه. فده طبعا ده شغل النادي الاهلي اصلا. صحيح. فهو جاي على شغل النادي الاهلي. صحيح. فالراجل انا احترمته جدا جدا لانه كان واضح جدا وصريح جدا في كل كلمه هو قالها، وبشد على ايديه لانه كان في بعض البعض كان واخد المباراه كنوع من يعني استهتار. لان لما يبقى كل كره بتجيلي للاسف الشديد يا اما بعملها مرتده على زمايلي يا اما الكره بعليها وبعدين توطى على الارض وبعدين العبها الباصات كلها 3-4 لاعبين على طول، كل التمريرات اللي طالعه من رجليهم طالعه غلط. وفي ناس بتأدي بجهد عالي جدا وبتقوم بالدور بتاع 2-3 ما بيقدوش الواجب الدفاع بتاعه. والكلام ده متكرر من السنه ونص اللي فاتوا. نفس الكلام ده بيتكرر تاني. الكلام ده ما فيهوش هزار. اوكي مفيش هزار، لان احنا في النادي الاهلي مش يعني النوعيه دي اللي انا بفصل بقى العب الماتش ده عشان الماتش الجاي اريح. لا انا لا. ما بقولش حاجه كده، لكن انا شفت حاجات. ما بتكلمش على حضرتك، انا بتكلم على اللعيب ولا لعيبه الاهلي، لانه انا شفت حاجات على السوشيال ميديا يقول لك يا جماعه معلش بقى كبروا دماغكم اللعيبه ايه يعني. ممكن تكون بتعمل كده اللي بيقول كده يا كابتن مش اهلاوي. اوكي استحاله يكون اهلاوي. اوكي الاهلاوي عايز كل ماتش يكسب 3-4. صح. الاهلاوي عايز يشوف اداء جيد، اداء ممتاز. انا لا قدر الله جاي مع كابتن ماهر. لو في النهارده الشناوي شايل 3 كور صعب كده. صحيح. الشوط الاولاني والشوط الثاني 2. حقيقي الكابتن ربيع الحقيقه على النهارده مباراه هايله، الفرقه واقفه على رجليها. صحيح. بس برضه احنا برضه كان في نوع من التخاذل من عندنا، لان برضه في ناس ما بتاديش الواجب الدفاعي. أوكي. في ناس بقى في نص الملعب دي. انا كده مش بتتكلم عشان ماتش الزمالك، انت بتتكلم بشكل عام كابتن. الموسم ده ما فيهوش هزار. اوكي الموسم ده دوري سوبر افريقيا ما فيهوش هزار. الجمهور منتظر مني رجوع قوي. النهارده كل الناس قلقانه، قلقانه ليه؟ لان الاداء النهارده ما كانش جيد. نتيجه قصور بعض اللاعبين. في لعيبه ادت الواجب بتاعها على اعلى مستوى. صحيح. علي معلول، عبد المنعم، محمود متولي، ديانج قبل ما يطلع. اوكي شادي، كل الناس. مش عايزين نقول اسماء عشان ما يعني. لا يا كابتن. لا يا كابتن لازم لا شوف يا كابتن، ما ينفعش نقول اسماء. والله انا مش هقول اسماء بس. انا كمان ما قلتش اسماء. انا ما قلتش اسماء بس. بقول يا كابتن يعني اللي انا بقوله الناس عارفاه، فانا مش هقول اسماء. بس انا لما بكون انا يعني المفروض ان انا بضغط، ديانج يقوم بيضغط على 3-4 وفي ناس ما بتقضيش الواجب بتاعها. اوكي الكلام ده لازم الناس اللعيبه حتى لما بتتفرج علينا يبقوا عارفين ان احنا بنحبهم. طبعا طبعا وعايزين. طبعا عارفين ده كويس. لا قدر الله لو تعادلنا النهارده كان يبقى منظرنا ايه؟ الدوري ممكن يضيع تاني يا كابتن. ينفع لسه بدري. ما يعني ما هو انا بالنسبه لي مش بدري. انا كل مباراه بالنسبه لي طبعا ماتش كاس علشان اوصل ان انا اخد الدوري بتاعي وانا مرتاح. ايوه وابقى فارق الدور الاولاني فرق 10 بنات 12 بوند زي ما بيحصل كل موسم. ومحتاج انا جنود. أيوة. محتاج صعقه، محتاج كوماندوز علشان النادي الاهلي طول عمره اوكي محتاج النوعيه دي من اللعيبه. صح. كلام صح. الراجل قال ايه بقى؟ قال انا عندي لعيبه كتير جدا. قال كده في المؤتمر.
انا عندي لعيبه كتير جدا وانا عايز اشوف اللعيبه في الماتشات. فهو طبعا جرب مجموعه النهارده وابتدى بيها. اعتقد انه في الفتره اللي جايه هيبقى برضو في ناس من اللي هي ما كانتش بتلعب هتبتدي تاخد الفتره اللي جايه، لانه في النادي الاهلي الصوره من بره البرواز بتقول ان انا النادي الاهلي السنه دي ما فيش بنط هفرط فيه ولا في بطوله هفرط فيها. اوكي، فانا محتاج قوه شديده جدا وهي بتادي في المباراه. كابتن ماهر، اسمع برضو راي حضرتك في هذه المباراه. بص يا اسلام، هو الراجل بقاله شهرين من قدومه، يعني واضح ان هو جدي جدا، واضح ان هو عملي جدا. أيوة. الراجل عمل حاجات احنا كنا بنطلبها من زمان، صح؟ حته اليوم الكامل، حته تصحيح الاخطاء بالنسبه للمدافعين، بالنسبه للمهاجمين، الاهداف اللي بتضيع. النهارده قررت، يمكن المشهد ده قرر زي السنه اللي فاتت بشكل كبير جدا. الراجل في الحاجات دي بيطلع الورقه والقلم ويبدا يكتب الملاحظات اول باول. الراجل نفسيا بيتعامل مع اللعيبه بمنتهى المصداقيه، عنده شفافيه وعداله في حته ان هو كل الناس عايز يشوفها وكل الناس عايز يجربها. الراجل يعني بوادر الثقه بينه وبين اللعيبه وبينه وبين الجماهير بدات من خلال طبعا مباريتين الاتحاد الماستيري وفوزنا، ثم طبعا افتتاح الدوري العام، الملف اللي احنا يعني منتظرينه بنحبه. صحيح. البطوله المفضله. قدر يكسب الاسماعيلي 1-0، مباراه كانت متميزه، كان فيها انتشار جيد، تقارب خطوط 3، فرص بنروح للجول. الوافد الجديد شادي قدر برضك خلال الفتره اللي فاتت ان هو عنده اصرار اسلام، وعنده قوه وانقضاض ومتابعه وشراسه. وحاجه كمان جميله رجعت لنا في الفتره اللي فاتت، الروح القتاليه العاليه في الماتشات الثلاثه اللي فاتوا، الحب المتبادل اللي بين اللعيبه وبين بعض في احراز الهدف اللي جوه زي اللي بره، الجهاز الفني مع الجهاز الاداري. في حاجات يعني بصراحه الراجل بسرعه في الشهرين قدر يعني يحط ايده عليها بشكل كبير، وده بيرجع لذكائه طبعا، حته خبرته وسنه، وانه راجل هيد كوتش، رجل هذه المرحله، راجل جدي بشكل كبير جدا. حتى النهارده لما كان بيتكلم في المؤتمر قال يعني النهارده مباراه احنا اللي وصلناها لكده، يعني احنا سبب بعض المشاكل اللي حصلت باستثناء الربع ساعه الاولى اللي كان فيها ضغط على الخصم، كان فيها جديه، كان فيها يعني قربنا للمرمى، احرزنا لهدف مبكر. معرفش اللعيبه كانت بعيده عن التركيز. أيوة. اللعيبه كانت موضوع التمرير بالنسبه لها كانت في مشكله في التمرير، التسليم والتسلم كان موجود لكن كان في بطء في التحضير. بعض المشاكل الدفاعيه هو قال نقدر نصلحها خلال الفتره اللي جايه. كمان المشاكل الهجوميه اسلام، مضيع الاهداف، قال برضك هنبدا نشتغل عليها، لان ده شغل المدرب. طبيعي بقى شغل المدرب. شغل المدرب. بالزبط. اللاعب يخطا وانا اصلح، ده صحيح. ده دور المدرب بشكل كبير يعني. لكن هو اتكلم على ان ما افتكرش ان اللعيبه بتفكر في مباراه الزمالك، يعني كنا لازم نكسب المباراه دي عشان ناخد 3 نقاط، عشان نستمر بست نقاط، نستمر في الثقه اللي احنا فيها. مباراه الزمالك دي بيبقى لها تحضير تاني وشكل تاني واستراتيجيه تاني ولعيبه تاني واداء تاني، لان طبعا بطوله بين الفرقتين وبطوله بتحسب للفرقه اللي بتفوز بيها. وطبعا انا هقعد مع اللعيبه. ايوه. وما افتكرش ان اللعيبه بتفكر في مباراه الزمالك، لان انا ما دخلتش جوه دماغها يعني عشان اعرف هم بيفكروا في ايه. لكن ده وارد. كولر بيقول كده يعني. ده وارد يعني. النهارده يعني يوم ممكن يكون من معظم اللعيبه. ساعه ما جيت مصر والناس كلها في الشارع كل واحد يقابلني يقول لي بالظبط على مباراه الزمالك، فقال دي مباراه زي اي مباراه يهمني جدا ان اكسبها، بس النهارده كان يهمني ان انا اكسب مباراه اسوان واخد 3 نقاط، استمر طبعا في الثقه المتبادله اللي بيني وبين الجماهير وبيني وبين اللعيبه. وقال طبعا ان انا محتاج كل لعيب، لان انا بلعب في 5 بطولات، فاكيد طبعا لسه ما شفتش في لعيبه تانيه لسه ما شفتهاش، فان شاء الله خلال الفتره اللي جايه برضك هيبداوا ياخدوا. وتثبيت الفريق يا اسلام. ايوه. انا شايف ان ده دور مهم جدا لمستر كولر الفتره اللي جايه. يعني حته ان التدوير يبقى في لاعب او 2 حسب
يعني زي ما ينج مثلا اشتكى النهارده في حته بالنسبه للخلفيه فطلب ان هو يريح ويبدا السوليه. لكن موضوع تثبيت الفريق اسلام كابتن عادل يمكن يشاركني في الموضوع ده، بيدي لك نوع من التجانس بقى، نوع من تنفيذ الخطط اللي انت بتفكر فيها، تقارب الخطوط، الاداء اللي احنا مستنيينه بقى لنا فتره طويله. فاتمنى الفتره الجايه دي يبقى في تثبيت بشكل كبير، ويبقى التغيير في حاجات محدوده، يعني ما بقاش في كل مباراه بيغير اتنين تلاته. كابتن تمام كابتن عادل حضرتك مع التثبيت التشكيل؟ بس هو الراجل وطبعا يعني بقى له شهر وشويه، يعني يمكن خمس اسابيع. الفتره الاولانيه لما جه كان في مجموعه كبيره جدا من الشباب والناشئين المفروض ان هو قيمها علشان تطلع اعاره او فده خد من وقته. يعني كان المفروض ان هو يبقى جاي مركز في ال 25 او في ال 30 بحيث ان المجموعه دي كان يبقى عمليه تقييمها تبقى قبل هو ما يجي. تمام. بحيث ما تضيعش منه الوقت، لانك انت داخل على دوري، داخل على سوبر، داخل على افريقيا بعد كده. فانت الى جانب طبعا انت لسه الراجل ما يعرفش الدوري المصري فيه ايه، وهو قال كده برضه مش النهارده، من يومين كده او الفتره اللي فاتت، انا الدوري المصري انا مانيش عارف قوه الفرق ايه، يعني فطبعا معلومات اشوف مظبوط. فلسه عمليه التحضير. وبرضه الحاجه الثانيه، هو بيعمل اليوم الكامل وبيعمل تدريبات تخصصيه اللي احنا كنا وانا الكابتن ماهر دايما بننادي بيها، صحيح، تصليح الاخطاء والحاجات ديت. اعتقد انه الفتره اللي جايه مع التقييم، مع كل يوم بيشوف مميزات اللعيبه وبعض السلبيات اللي موجوده عند البعض، اللي هو ما بيأديش الواجب الدفاعي بتاعه اكيد هيبتدي يشتغل عليه بحيث ان هو يصلح الحته دي، بحيث ان هو يبقى من الناس اللي هي بتأدي الدورين، الدور الهجومي والدور الدفاعي بالنسبه لفرقته، علشان ده بيأثر على البعض من اللاعبين. الى جانب الكرات السهله اللي قدام المرمى واللي احيانا بيبقى فيها نوع من الانانيه. النهارده في يمكن كوره واثنين وثلاثه لو اتلعبت بالعرض كانت تبقى جول، وكانت تخلي المباراه سهله جدا جدا جدا. ومن بدري يا كابتن. ومن بدري كوره بالعرض وجول والجول، وبعدين لو عملتها بالعرض كده. وبرده نفس اللي عمله شادي ماتش الاسماعيلي، برده راح واخد خطوتين لورا، لو اتعملت له بالعرض الجول فاضي. برده نتيجه ان انا اللي عايز اجيب الجول. صحيح. وطبعا الحته دي اتقالت للاعب مره واثنين وثلاثه. طبعا الكلام ده الراجل بيقيمه. بتمنى للبطوله اللي جايه ان شاء الله السوبر المحلي، الراجل لو اخده هتفرق معانا كتير جدا جدا. صحيح. جدا صحيح. فطبعا وبرده اللعيبه اللي هي ما بتلعبش، اعتقد ان هو في الفتره اللي جايه والنهارده لحد يوم السفر ولحد يوم الجمعه، اعتقد هيبقى هناك تبديلات. والبدايه بتاعت التشكيل النهارده احتمال يكون فيها تغيير كبير، لان الراجل مش بيهزر. النهارده البدايه النهارده ولا البدايه من التشكيل النهارده كان فيها نوع شويه، كانت لعيبه في 3 4 مش مركزين. انا بشوف ان لا، المباراه القادمه وجهه نظري اللي هي السوبر يعني هيبقى فيها مفاجآت اكيد. ما اعرفش يعني اكيد، لان هو شوف حضرتك يعني دلوقتي الزمالك مغير يمكن 9 لعيبه او 10 لعيبه، فطريقه اللعب انت لعب مباراتين، فاكيد الماتشين دول هو هيشوفهم كويس طبعا، وهيعرف يقابلهم ازاي، وازاي يقدر يهاجم عليهم ازاي. صحيح. ويقدر يخترقهم ازاي، ويقدر يسيطر عليهم ازاي، ويبدا هجمته ازاي. كل صحيح. الامور دي اعتقد ان هو هيدرسها كويس قوي الفتره اللي جايه، وهيشوف في المقابل الناس اللي عنده اللي هي ممكن تقوم بالدور اللي في دماغه. في دماغه في شغل معين هيبتدي يشتغله من بكره. اوكي. مفيش راحه يعني، من بكره هيبتدي يشتغل على ماتش الزمالك. انا متوقع ويعني حابب قوي الراجل ده، لانك انت لما احسن حاجه في الدنيا انك تكون صادق. اهم حاجه في الدنيا ان الانسان يكون صادق مع اللعيبه ومع الناس، هيخش قلوبهم بمنتهى البساطه ومنتهى السهوله، لانه لا بيجامل ولا بيقول كلام زياده ولا بيبخس حق الناس. فبعتقد انه الراجل تقييمه للماتش الاسماعيلي والماتش ده والماتشين اللي فاتوا مع الاتحاد المنستيري، اعتقد ابتدى يكون فكره عن اللاعبين. ايوه. وهو قال النهارده، قال ان مش هحكم على اللعيبه من خلال التدريبات. لا، من خلال المباريات هبتدي احكم على اللاعبين. واعتقد ان الراجل في طريقه ان شاء الله انه يثبت تشكيل، بس بعد ما يحط ايده على العناصر اللي انا قلت عليها.
الكوماندوز اللي هيدوله الدوري باذن الله تعالى واللي يدوله السوبر، فهيبقى كل مركز موجود بيعمل عمليه التجانس بينهم، وفي خلال فتره وجيزه جدا هيبتدي يقيم لاعبته ويبتدي يبقى هناك التيم الاساسي بالتشكيل مع البدلاء اللي موجودين بره على الدكه، ويبقى عمل قوام الفريق. ثم في يناير لو محتاج عناصر اخرى تخش مع الفريق يبقى عندك السوبر، وعندك بعد كده اظن 3 أو 4 ماتشات في اي اثناء كاس العالم. اعتقد بعد كده في يناير هيبقى في تدعيمات، اكيد هيبقى في تدعيمات، وزي ما انا قلت لحضرتك قبل كده احنا فعلا محتاجين بعض التدعيمات في بعض المراكز. أوكي. لان الدوري طويل وعندك بطولات كتيره، فاعتقد ان ان شاء الله هتبقى هناك تدعيمات بحيث انها تبقى مؤثره وتبقى بتلعب المباراه ما انتش قلقان من حاجه. طيب كابتن ماهر، تقييمك بقى لاداء النادي الاهلي في المباراتين في بشكل عام في انطلاقه الدوري. بص اسلام، عايز اقول لك حاجه، هو الراجل قال ان في عناصر خلاص يعني بقت مستقريه او حجزت مكانها بشكل كبير. لو قلنا العناصر دول مثلا من بدايه الشناوي في حراس المرمى، عندنا اكرم وعوده اكرم يعني عوده حميده والحمد لله على السلامه اكرم، عندنا محمد عبد المنعم، عندنا متولي اللي هو كمان متولي في الفتره اللي فاتت ديت يمكن كان دوره قليل قوي، قدر الراجل ده يعني يشكل متولي ويقدر يعني يحطه في المكان المناسب اللي هو شايفه في مكان مساك مع عبد المنعم وعلي معلول. الثلاثه بتوع نص الملعب بردك حاجزين مكانهم، اذا كان ديانج واذا كان سليه وحمدي فتحي. المشكله يا اسلام في الحته القدامانيه، يعني احنا بنعاني بقالنا سنتين في الحته القدامانيه. الحته القدامانيه اللي هي التلت الهجومي اللي اخطر حته في المباراه او اخطر حته في الملعب. احنا برضك يهمنا هو بيحب طريقه 4-2-3-1، فيهمنا الحته القدامانيه الثلاثه اللي هم تحت راس الحربه محتاجين ثبات فيهم بشكل كبير، لان الاماكن دي اماكن هي اللي بتصنع لك الفارق في كل مباراه. ومع الاسف الاماكن ديت يعني بنضيع اجوال كتيره جدا، زي ما الكابتن عادل قال، ساعات بيبقى في انانيه، ساعات بيبقى في بطء، ساعات بيبقى في تسرع من المهاجمين. لكن انا شايف مع مستر كولر افتكر الفتره اللي جايه الجزئيه اللي قدامنا دي هتتحسن بشكل كبير، لان الراجل يعني بلغه الكره مش ساكت، يعني ورا كل خطا بيحاول يشتغل عليه ويبدا يصلحه. واحنا شفنا ان يعني اقرب حاجه شادي في تحركاته وخلق مساحاته ومتابعته على كل كوره، واضح ان شادي عنده الدوافع اللي عايز يثبت وجوده في المكان ده بشكل كبير جدا. عارف ان هو بينافس اتنين موجودين، شريف وحسام، وحتى الراجل قال اسلام ان في كل مكان انا عندي اتنين لعيبه وتلات لعيبه، ودي حاجه كويسه يعني بتطمن انك انت عندك بديل قوي يقدر يخش ويقدر يكمل المشوار لما بيطلب من اللعيب. لكن في مباراه السوبر افتكر ان الراجل خلال الفتره ديت مهم جدا الجزء الامامي ده، محتاجين اسلام اللعيبه اللي هي سليمه 100%، واللعيبه اللي عندها سرعات، واللعيبه اللي عندها مهاره، واللعيبه اللي عندها خبرات كمان. لان انت عارف ان مباراه الاهلي والزمالك ومباراه السوبر عايزه لعيبه عندها خبره، اللعيبه اللي عندها خبرات في المباريات ديت يعني بيبقى تاثيرها الايجابي بشكل كبير في طبعا نتيجه المباراه والاداء الفني او البدني او الخططي من خلال هذه المباراه. كابتن عادل، اسوان النهارده برضو لازم نديله حقه، وكان فريق جيد. طبعا بحيي كابتن ربيع، الحقيقه الفرقه بتادي اداء رجولي من بدايه المباراه وبامكانيات ضعيفه جدا، ومع ذلك الفريق تحس انه واقف على حيله. صحيح. بدنيا واقفين، يعني يمكن في اخر 10 دقائق حصل نوع يعني ابتدى يبقى فيه كرمبات، لان كانوا بيلعبوا بحماس شديد. انما الفريق حقيقه شكل خطوره علينا في بعض الفترات. عند جايب مجموعه لعيبه كويسه، هيثم عرابي طبعا يعني عينه كويسه، وبيجيب لعيبه تقريبا بمبالغ تقريبا يعني ما فيش مبالغ اصلا، حاجات بسيطه جدا. نعم. عاملين فرقه كويسه وعاملين شغل كويس. وحظهم الكويس ان برضو البعض من عندنا ما كانش في حالته زي ماتش الاسماعيلي. صحيح. ماتش الاسماعيلي كنا مركزين جدا،
كان في الميس باس كان قليل جدا. أيوه. كان في خطوره باستمرار. أيوه. على الرغم ان تيم الاسماعيلي طبعا تيم قوي جدا وجايب عناصر كتيره جدا. نعم. انما النهارده الحقيقه كابتن ربيع ادى مباراه قويه جدا واتمنى له التوفيق في المباراة اللي جايه. في النهارده شادي عشان انا الراجل ده انا بحبه جدا علشان اهلاويته الشديده طبعا النهارده تسبب في هذا الهدف المباراه عن طريق ضرب الجزاء كره راح وانفراد والجول طلع لانه كان تقريبا كان اخذها خلاص انما عمل واحده بتثبت ان هو مهاجم من الطراز القوي. ايوه الكره اتلعبته على ال 18 وظهر للجول ولف بشماله شويه ولف بشماله في المقص الجول ده لو جه كان حلو قوي وكل جواله كده يا كابتن. اه حتى هو في سيراميكا كان كل جواله حاجات زي كده الشمال واليمين وحاجات غير متوقعه. ايوه فطبعا ده هيبقى عنصر من العناصر القويه جدا ومع لياقه المباريات ومع زي ما قال الكابتن ماهر المثلث اللي قدام لما يبقى فيه تثبيت تشكيل ويبقى فيه ناس دايما يا كابتن الاثنين اللي على الاطراف لابد يبقى لياقتهم البدنيه عاليه جدا لان هم بيقوموا بدور هجومي ودور دفاعي وبعدين بيبقى فيه اللاعب اللي على الطرف من ناحيه اليمين بيشق بيبقى راس حربه والناحيه الشمال كذلك وبعدين عمليه سرعه الارتداد ثم عمليه الضغط على المدافعين بحيث ان هم ما يبداوش هجمه سليمه الضغط على حارس المرمى عشان ما يطلعش الكره سليمه السردباكين ما يطلعوش كره سليمه لانك انت برضو هتلاعب فرق بتبدا كره من تحت فلا بد الثلاثي في المقدمه ده يبقى بيعمل عمليه الضغط بقوه جدا علشان يستطيع ان هو يغلط المدافع بحيث ان هو يقطع الهجمه من بدايتها زي ما كان موسيماني اول ما ابتدينا كان بيعمل الشغلانه ديت وكانت اللعيبه فايقه اعتقد بعد الراحه اللي اللعيبه اخذتها أيوه. فرصه كويسه قوي ان عمليه الضغط دي تبقى موجوده أيوه. خاصه في الماتشات اللي هتبقى قويه لان الله. كل الفرق الحقيقه مستعده كويس وجايبين صفقات طيب. قويه جدا آه. فانما الكابتن ربيع عمل جيم كويس جدا النهارده. طيب كابتن ماهر بمناسبه الفرق كلها عندها استعداد قوي وعاملين استعداد قوي بغض النظر عن النادي الاهلي ومباراته اليوم اتفرجت على معظم الماتشات تقريبا صح؟ اه شايف الدوري هيبقى عامل ازاي؟ انا عارف ان احنا لسه اول ماتش او ثاني ماتش النهارده لسه يعني بدايه الجوله الثانيه لكن شايف المباراه ازاي؟ او شايف الدوري انا اسف بص يا اسلام هو السنه الثالثه ديت اول سنه ناخد فيها راحه ايجابيه اللعبه تريح وطبعا فتره الاعداد اللي اتعملت لكل الفرق اتعملت علميا وفنيا بشكل كبير مجالس الاداره اختارت مدربين اذا كانوا اجانب اختاروا مدربين ليهم خبرات منهم مدربين اشتغلوا في مصر هنا في الدوري الممتاز المدربين لما جم بداوا يختاروا النواقص اللي محتاجينها ودي حاجه برضك من ضمن الحاجات اللي السنه دي اتعملت بشكل ايجابي يعني النهارده مثلا الكابتن ربيع جاب 19 لعيب لنادي اسوان صحيح شفت انا مباراه الاتحاد مع اسوان الاولانيه اللي خسر فيها الكابتن ربيع الاتحاد بردك عامل حوالي ما يقرب عن 12 15 صفقه جديده فبردك الصفقات اذا كانت المحترفين اللي من الخارج او المحترفين المحليين فعلا لعيبه كويسه شفناهم في معظم المباريات اذا كانوا الافارقه او اذا كانوا لعيبه شمال افريقيا او اللعيبه المحليين اللي اتنقلوا من نادي لنادي بدايه الدوري يا اسلام واضح قوي انها قويه كل الفرق عايزه تكسب يعني الاتحاد في الافتتاح مع اسوان في اسوان الاتحاد كسب اسوان في الدقيقه 85 برضك الاتحاد يمكن كان الشوط الثاني افضل من اسوان بشكل كبير صحيح المباريات كمان اللي شدتنا بتعتبر من افضل المباريات اللي موجوده في الاسبوع الاولاني سيراميكا والمصري يعني اتفرجنا على سيراميكا بصراحه اللعيبه اللي قدر الكابتن احمد سامي يختارهم صحيح في الحته الهجوميه صح لعيبه على اعلى مستوى بشكل كبير يعني منهم اولادنا احمد ياسر ريان وصلاح محسن صحيح فده دي كانت مباراه من المباريات كمان اللي شدتك بشكل كبير كمان يمكن الزمالك عمل مباراتين بردك خد فيهم 6 نقاط بردك الزمالك عمل حوالي صفقات يمكن 10 لعيبه ايوه المصري عمل حوالي يمكن 15 لعيبه يعني كل الفرق طعمت بشكل كبير جدا اسلام وده اللي بياكد لك ان الدوري السنه دي دوري قوي وبدايته خلال الاسبوعين دول اكدت كده اكدت ان احنا فعلا السنه دي دوري قوي وقيمه الدوري ده السنه دي انا شايفها
بالخبرات اللي موجوده من ناحيه الاداره الفنيه، من الخبرات اللي موجوده اللعيبه اللي داخل الملعب، هتصب وهتعم على منتخبنا القومي. هيبقى الباب مفتوح، الاختيارات هتبقى كتيره بالنسبه لمستر فيتوريا في حته اختياره للعيبه المنتخب. وانا شايف ان السنه دي بصراحه يعني قوه الدوري وحلاوته هتفرز لنا لعيبه بشكل كبير جدا، هتفيدنا ان شاء الله في منتخبنا القومي خلال الفتره اللي جايه. طيب كابتن عادل، برضو اعرف راي حضرتك في الدوري السنه دي بعد اول جوله ونص، جوله وربع كمان. الناس عاملين فتره تدريب كويسه وجايبين مدربين اجانب كتير، 7 8. انا شفت ماتش النهارده عجبني جدا، الماتش المصري مصر وبيراميدز، كان ماتش حلو قوي. صح، الشراسه، وده اللي مقلقني في ماتش اسوان والاهلي. انا شفت لعيبه الشراسه والقوه والاستحواذ، نادي بيراميدز مطرود منه واحد. مظبوط، في اخر الشوط الاول، اخر الشوط الاول. صحيح. وبيلعب شوط كامل. النادي المصري عمل 5 تغييرات، ضيع اجوان. ضيع اجوال، بس برضه بيراميدز يتحسب له انه برضه كان بيهاجم موجود. صحيح، وكان عامل استحواذ فتحس المباراه قويه جدا، شرسه جدا. أوكي. ممتعه جدا. سريعه جدا. فالدوري هيبقى جميل جدا جدا. ناقص هيبقى بس حته الفار والحاجات ديت، هتبقى هتضيف جمال الى جانب طبعا الكاميرات. احنا شفنا امبارح في ماتش في الدوري الانجليزي، الكوره يا دوبك عدت الخط على طول، في صفاره مع الحكم يعني بتصفر ان الكوره عدت. تكنولوجيا ثانيه يا كابتن. ما التكنولوجيا دي احنا ماشي. انا دايما يعني انا دايما بس بقول لك ان دي مش موجوده عندنا. ما انا دايما موجوده عندنا في ماتش الجيش، فاكر من سنه ونص حاجه كده يعني. تكلفتها يا كابتن ولا تسوى حاجه بالنسبه للدوري المصري بتاعنا. شكرا. لان احنا والله لو نعرف تاريخ مصر، مصر دي علمت الدنيا كلها. صحيح. احنا لما كنا بنروح المانيا كان الراجل وزير الشباب والرياضه يقول لنا ايه؟ انتوا الحضاره، انتوا اللي علمتونا. انتوا في المانيا. في المانيا والله وزير الشباب والرياضه يقول لك انتوا المصريين، انتوا اللي علمتونا، انتوا الحضاره. فطبعا رئيس البعثه معانا يقول له وانتوا المستقبل يعني. انما احنا لابد يا كابتن اي حاجه موجوده في اوروبا خاصه في كره القدم، الفار والحاجات ديت، ايه المانع انها تبقى موجوده عندنا؟ تكلفتها ايه؟ ولا حاجة بالنسبة للي احنا بنصرفه على أسعار مدربين سواء منتخبات أو غيره أو أي صرف يعني. أي واحد مستثمر أو حاجة لو يجيب الحاجة ديت أو اتحاد الكورة يجيبها حتى ولو بالتقسيط التكنولوجي ده، أعتقد هتبقى حاجة مؤثرة جدا ومفيدة جدا. الكاميرات لما بتزيد وتضيف للعبة متعة، وأعتقد أنه الشركات الراعية ممكن جدا بسهوله انها تجيب الحاجه زي دي. وبعدين بيتحسب لنا كمصريين ان احنا عندنا التكنولوجي ده، هتلاقي موجود الكلام ده موجود في السعوديه وفي الامارات وفي قطر والحتت دي، موجود عندهم الكلام ده. احنا الناس دي برضو احنا اللي علمنا برضو الاخوه دول، وكان يعني في كل المجالات وخاصه في الرياضه وفي الطب وفي التعليم، احنا ولا زلنا يعني بنخدم اسرنا وشعبنا اللي موجود في سواء في الخليج او في اي مكان. فانا بتمنى التكنولوجي ده يبقى موجود، لان احنا فعلا احنا كمصر بلد كبيره وعظيمه وتاريخها كبير جدا، واحنا راس براس كده لابد نبقى مع الناس دي في الـ في الـ في الـ في التكنولوجي ده. يعني حاجه بسيطه جدا بيني وبينك، دي حاجه اصل حاجه بسيطه زي دي هتكلفك كتير بيني وبينك يعني، لكن في نفس الوقت هتديك عداله فائقه. الحكم هو ماشي كده بيتحرك، صفاره الكره عدت لما يبص على الجول، ما بصش والله يا كابتن، والله ما بص. صح، ده عدت الكره تلاقي دوام صفاره في الساعه وفي ودانه جول، متاكد له من غير ما يبص. توت جول يلا لانها عدت والصفاره ما الصفاره عملت. فشوف ادي دي اسمها ايه؟ متعه ما بعدها متعه، وبعدين حق. ايوه ما بظلمش يا كابتن يعني. صحيح. ممكن جدا لو حد تاني يطلع بقى الفار ولا ما يحسبهاش، واللي على الفار هيشوفها ازاي، اللي على الفار يكون بعافيه شويه ما مش عايز يشوفها. يا كابتن عادل دلوقتي برضك موضوع الفار ده، الجول لما بيجي واخد بالك، وعشان يتاكد بنقف ثواني بنقف دقايق، فرحه الهدف خد بالك يعني. الواحد لما بيجيب هدف، خلي بالك ده احنا دلوقتي بنقف وقت اقل. يعني اقل كتير. فرحه الهدف السنه اللي فاتت، فرحه الهدف اضطر انا بجري بقى، وبعدين استنى بقى يا ترى الراجل هيحسب، فرحه ثانيه كده مش هيحسب. بالظبط كده.
فاحنا عايزين نحس بقى بفرحه المهاجم او يعني المدافع اللي بيجيب جول. ها؟ لا, 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 لا 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 انا مش هنلغي الفار. انا بكلمك على متعه التهديف. يعني حلاوه التهديف وفرحه التهديف. فلما بتبقى في ساعتها خدش وقت. بالظبط كده. مش عايز يعني اخد وقت حضرتك. هو دلوقتي اللي انا شايفه يعني بصراحه برضو بدات تتحسن بشكل كبير. السنه اللي فاتت كانت الناس بتقف بالله الخمس دقائق. الاول كنا في السنه اللي فاتت فعلا قعدنا 3 4 دقائق 5 دقائق في بعض الماتشات. لكن دلوقتي مفيش حاجه بتعدي. الحمد لله الحمد لله اتحسنت. يعني حكم بيطلع واعتقد ليه 20 30 ثانيه وشكرا. والله تكلفتها يا كابتن لا تساوي شيء بالنسبه للمتعه بتاعتها. طبعا لا طبعا. وبعدين مع وصول بقى الجماهير للمدرجات هتبقى يعني نقله تانية يعني باذن الله تعالى. طيب برضو خلينا واحنا بنتكلم برضو يا كابتن نتكلم عن احنا يعني شفنا مثلا فيوتشر, شفنا المصري الناس المباراه الاولى كان شايف ان هو مباراه اتغلب 3-0. المباراه الثانيه لا شايفين على الرغم من التعادل لكن هو اصبح او واقف على رجله بشكل جيد. شوف يا كابتن, هو كابتن ايهاب جلال ابتدى التشكيل بتاعه في عناصر كانت قديمه موجوده ما لعبهاش. اوكي. ولعب بعناصر اخرى. طبعا الاداء كان سيء جدا في الماتش الاولاني مع سيراميكا, وسيراميكا الحقيقه كانت واخده المباراه 90 دقيقه كانها ما فيش فرقه قدامها خالص. يعني حاجه يعني استحواذ وخطوره وكل حاجه ممكن تتعمل اتعملت. الماتش بتاع النهارده غير في التشكيل. وابتدى بتشكيل قوي جدا واعتمد على عناصر مهمه جدا, والحقيقه ادى مباراه جيده جدا النهارده من استحواذ, من شراسه في الاداء, من قوه في الاداء, من خطوره. ضيع اهداف الحقيقه. فالتشكيل اختلف لانه كان معتمد على بعض عناصر. قعد ناس كانت اساسيه من الموسم اللي فات. ايوه كانوا اساسيين الموسم اللي فات. الماتش الاولاني بتاع سيراميكا كليوباترا ابتدى ما يبتديش بيهم. النهارده ابتدى يعمل تغييرات اخرى. نجح انه يعني يلعب بقى مع بيراميدز هجمه بهجمه, خطوره بخطوره, استحواذ, لكن لم ينجح. ايوه في ترجمه هجماته واستحواذه على الرغم من النقص العددي. أيوة. اللي موجود في بيراميدز انه يسجل اي هدف. كابتن ماهر, مين تاني عجبك من ال 18 فريق؟ انا عجبني الاتحاد. الاتحاد مع اسوان بصراحه يعني أول مباراة. يعني الاتحاد كان بيعاني الفترات اللي فاتت ديت, لكن واضح إن التدعيم اللي حصل من اللعيبة. أيوة. الراجل حتى المدرب الأجنبي الصربي ده مدرب كويس. وعنده محطات اشتغل فيها بشكل كبير جدا, وواضح قوي إن العامل البدني والعامل المهاري بشكل كبير واضح. حتى الخطط بيعتمد كمان يا كابتن عادل على الكرات الثابتة. يعني معظم الفرق يا اسلام بدات تلجا للكور الثابته وخطورتها حتى في الدقائق الاخيره. يعني شفنا الاتحاد جاب جول في الدقيقه 85 من ضربه راس الراجل الافريقي القوي ده بتاع المصري. راس الحربه. يعني نط كمان ولعبها ضربت في العارضه, وكمان المتابعه متابع معاها وراح ماكدها يعني. فده بيدل اسلام ان احنا فعلا معظم التدعيمات اللي حصلت للفرق واضح تاثيرها بشكل كبير جدا من بدايه الاسبوع الاولاني. وده بيدل على ان فعلا ان المدربين الفنيين الاجانب والمصريين اللي هم موجودين في الدوري الممتاز هذا العام واضح قوي ان هم عندهم خبرات استفادوا بشكل كبير جدا, وقدروا كمان ان هم يختاروا الرجل المناسب في المكان المناسب. يعني قدروا يختاروا النواقص اللي هم محتاجينها فعلا الفعليه. ودي كانت ناقصه في فرق كتيره جدا جدا يمكن في السنوات الاخيره. لكن عشان كده احنا قلنا. أيوة. من البدايه لا هيبقى دوري قوي. موسم الثالث ده هيبقى دوري قوي, هيبقى محدش عارف مين ممكن يبقى بطل الدوري. صحيح. يعني كانت ناس تقول لك ايه ممكن بعد 7 أسابيع, بعض المحللين يعني بعد 7 أسابيع او 8 أسابيع نقدر نحدد يا كابتن عادل ممكن, لكن صعب جدا انك انت تقدر تحدد حتى في 7 أسابيع الاولى او 8 أسابيع الاولى, لان دوري طويل ودوري قوي. فانا شايف السنه دي هتبقى يعني منافسه شريفه جدا, وهنفاجئ بقى ان في ناس بتصارع على المربع وفي ناس بردك في مكان الدفء, ويمكن اللي مش هيقدر يقاوم هيبقى طبعا بالنسبه له. بس لا تغفل دور كابتن محمد عمر. طبعا طبعا طبعا
هو اللي اختار اللعيبه دي، مش السربي اللي اختارهم. بس ترمي حرفه منين؟ معلش هو اللي اختار، هو اختار الصفقات دي. وبعدين اعتقد انه هايل طبعا، ناديه وبيحبه، لا وعينه كويسه جدا، وعينه كويسه، وحتى هو بيحلل صحيح، وهو بيحلل تحس ان هو محايد وبيقرا الماتش كويس، يعني بيقول كلام منطقي جدا يعني. عنده خبرات يا كابتن عادل ما شاء الله، محمد عمر من المدربين اللي اشتغلوا داخل مصر وخارج مصر. فاكيد طبعا ساعد الراجل بشكل كبير جدا في حته اختياره للعيبه. صحيح. ودي كنا بنتكلم عليها يا اسلام انا وكابتن عادل قبل الهوا، احنا فقدنا الكشافين يا اسلام، وفقدنا الناس اللي عينيها بتقدر تختار باللمحه كده، تقدر تختار لك يعني. مثلا هنذكر باسماء، لما كان الاسماعيلي واقف على حيله ندور على الكابتن علي ابو جريشه، كابتن عادل في اختياره اللعيبه يعني. مجموعتكم يا اسلام اللي كانت في الاسماعيلي، المجموعه المميزه في الاسماعيلي اواخر التسعينات واول الالفينات يعني، الكابتن علي ابو جريشه، كابتن سيد عبد الرازق، كان الكابتن ابو طالب برضه، العيسوي، ابو طالب العيسوي يعني، الكابتن انوس الله يرحمه، كابتن انوس. فاحنا برضك يعني بنتكلم على محتاجين يا اسلام بصراحه الخبرات دي. انا شايف خبرات كتيره جدا جدا يعني من النجوم الكبار، محتاجين حتى يبقوا مستشارين او يبقوا مثلا في اللجنه الفنيه. لما عندك اكثر من عنصر خد بالك هيقدر يساعدك، تقدر تاخد رايه طبعاً. تقدر تاخد رايه بشكل كبير جدا، زي ما احنا بنشوف كابتن طه اسماعيل ربنا يديله الصحه لما كان موجود مثلا في لجنه التخطيط مع النادي الاهلي، كابتن خطيب هو اللي بيقول ان كابتن خطيب بيستعين بيه بالظبط، فبتفرق بشكل كبير جدا. كابتن عادل اخيرا لو حضرتك حابب تقول حاجه كلمتين، لان احنا يعني عندنا ماتش يوم الجمعه مهم جدا، ماتش السوبر، تقول للاعبين والجهاز الفني في اول مباراه امام الزمالك وبطوله تقول لهم ايه؟ جمهوركم العظيم انت شفتوه في الباسكت وفي اليد في البلاد العربيه. صحيح. وفي اوروبا لو بنلعب في اوروبا جمهوركم كبير جدا وعظيم جدا، بيستاهل مننا ان احنا يعني نموت نفسنا علشان نفرح هذا الجمهور اللي الجمهور اللي بيتعب وبيروح الاستاد، والجماهير اللي موجوده في البيوت مستنيه بس المدرجات تتفتح هتلاقي المدرج فيه 120,000. الجمهور اللي بيبقى بيتفرج في المقاهي وفي في كل حته منتظرين الفرحه اللي انتوا المفروض تقدموها. المفروض نشتغل على نفسنا اكتر من كده ونساعد الراجل المدير الفني والجهاز الفني ان احنا كل ماتش نأديه بشراسه وبقوه، ومفيش دقيقه تضيع مننا طوال اليوم، من حيث التمرين، من حيث النوم، من حيث الاكل، من حيث ان انا وانا نازل الملعب حاطط في ذهني ان انا في جماهير انا بسعدها. صحيح. بالملايين. لا يمكن اقصر، لابد ان انا اعرف قيمه النادي الاهلي وقيمه التيشيرت اللي انا لابسه ده. انا عارف كلكم عندكم الحته دي موجوده طبعا، ياما جبتوا لنا بطولات وياما اسعدتونا، لكن الفتره اللي جايه دي فتره حساسه جدا. احنا الموسمين اللي فاتوا اتظلمنا وضاع مننا دوري ودوري اخر وكاس، ما يضيعش تاني اطلاقا. مسؤوليه على كل واحد في اللعيبه، واعتقد الجهاز الفني بيقدم يد المساعده والمشوره ان انتوا كل واحد فيكم يبقى على قدر المسؤوليه، لان الموسم ده موسم قوي جدا، محتاج النادي الاهلي لرجالته ترجع تاني بسرعه، لان احنا عايزين بطولات، متشوقين لبطولات. جمهورنا العظيم لابد ان احنا نسعده في كل مكان. كابتن ماهر، بص يا اسلام، المنظومه ككل بصراحه اشتغلت الفتره اللي فاتت. مظبوط. يعني يعني مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، اختيارنا لمدير فني بتاع هذه المرحله، جهاز المعاون ليه كابتن سامي قمصان وكابتن سعد عبد الحفيظ بيساعدوه بشكل كبير جدا، اللعيبه والابتسامه والفرحه اللي موجوده على وجهها في التدريبات واللي احنا بنشوفها يعني من قناه الاهلي، فده بيدل ان المنظومه كلها بدات تخش وبدات تقرب من بعض بشكل كبير جدا. ورانا جماهير عظيمه، جماهير بتحرك الصخر زي ما بيقولوا، كمان في الامارات جمهور النادي الاهلي او في قطر او في العالم العربي حاجه تفرح. فانا بقول مهم جدا ان اللعيبه تركز في البطوله دي، البطوله دي مهمه جدا بالنسبه لنا اسلام. أيوه. هتفتح لنا حاجات كتيره قوي. وبعدين كمان البطوله دي مهم جدا ان احنا نكسبها عشان ثقه الراجل مع الجماهير. أوكي. جماهير النادي الاهلي يهمها كمان هذه الثقه، الراجل ده ربنا يكرمه ويوفقه بالبطوله دي مع اللعيبه.
تخيل الثقه اللي هتبقى بين الراجل وبين جماهير النادي الاهلي، والثقه اللي هتود على لعيبه النادي الاهلي خلال البطولات اللي جايه. فانا بقول لعيبه النادي الاهلي في المباريات اللي بالشكل ده بيبان معدنها، بيبان روح الفنانه الحمراء، بيبان اصرارها. اللي فات ده شيء واللي جاي شيء تاني. مباراه الاهلي والزمالك او قمه الفرقتين، اتمنى يبقى الفير بلاي هو شعار هذه البطوله. احنا بنلعب في دولة الامارات، دولة شعب محب لينا واحنا بنحبه. طبعا عندهم البنية التحتية والاساسية بالنسبة للملعب على اعلى مستوى. اول مباراة سوبر كانت في الامارات. فعلا شرفنا الكرة المصرية. صحيح. بالنسبة للاهلي والزمالك، الروح الجميلة العالية اللي كانت عليها اداء اللاعبين، المستوى الفني اللي ادوا بيه اللعيبة. في الاول والاخر بنقول اللي يكسب نقول له مبروك، واللي خسر نقول له هارد لك. بس انا اتمنى ان شاء الله باذن الله الفوز للنادي الاهلي في هذه البطوله يا رب ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عادل. شكرا جزيلا يا كابتن ماهر. شكرا كابتن اسلام. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد وايمن جلبرتو في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كريم سعيد. ازيك كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ الحمد لله يا كابتن احمد. ايمن جلبرتو ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله كويس؟ الحمد لله الحمد لله. اصل المره دي انا وكريم في الثابت، فال 24 ساعه دايما بفتكر موضوع ال 24 ساعه. الثابت ده حاله خاصه ما تزعلش. معلش يا جماعه، ثابت بالنسبه لي وبالنسبه لكم اعتقد حاله خاصه، لانه احمد ثابت من الناس اللي ليها كاريزما. اصحاب الانفرادات. لا كاريزما خارج الانفرادات. خارج اصحاب الانفرادات الكبيره. طيب صديقنا طبعا العزيز احمد ثابت. كريم خليني ابدا معاك بدور الشعبيه في عقود الرعايه. هل بالفعل هذا الكلام هو كلام حقيقي؟ طبعا. ولا احنا بنجيب الكلام ده من جبنا؟ لا نحب نطلعه ونطلعه. في البدايه طبعا عايز ابارك لقناه النادي الاهلي طبعا الفوز بالجائزه في مهرجان الفضائيات العربيه. اكيد طبعا شيء مهم جدا جدا لقناه النادي الاهلي ان هي بتؤكد ريادتها في الجزئيه دي. والحمد لله الجائزه طبعا شفنا كلنا الاحتفال وحاضر يعني كبار ممثلي الاعلام والفضائيات في مصر. جمهور الحقيقه طبعا يعني اكيد جمهور النادي الاهلي. وهربطه طبعا بعقد بموضوع الرعايه. وطبعا مبروك للنادي الاهلي الوصول فعليا حاليا، يعني النادي الاهلي اعتقد وصل رسميا لمبلغ 1.3 مليار جنيه، و يعني 1.3 وقابل للوصول الى مبلغ 1.9 مليار جنيه او ما يقرب يعني من 2 مليار جنيه. أوكي. بعد ما ينتهي من بيع كل الحقوق الخاصه بالرعايه خلال الاشهر القادمه. طب ايه بقى النقطه المهمه الناس تفهمها؟ ان اكيد مليون في الميه الرعاه اللي بيدفعوا المبالغ الهائله اللي احنا بنتكلم عليها دي اكيد عندهم فرق بتعمل دراسات للسوق وفرق تسويق، وعندهم متخصصين ما بيدفعوش الفلوس دي لمجرد ان هم يعني مثلا يعني بيحبوا الاهلي مثلا يعني. لا ده بيزنس وده حتى لو ده الشعار مثلا يعني. لا او اي او حتى هم يكونوا اهلاويه مثلا يعني. لا ده بيزنس وده شغل، وفي الشغل ما في يعني في حقوق، في ان انا النهارده عايز مصلحتي وعايز اكيد مصلحه النادي اللي انا بتعاقد بالظبط. وبالتالي نقطه مهمه من عقود الرعايه للانديه يا كابتن اسلام، وهي ايه الادوات اللي النادي بيمتلكها عشان يقدر يسوق الشعار ويسوق التيشيرت ويسوق. أيوه. النادي احنا بنتكلم النهارده النادي الاهلي على مدار 100 سنه فوجئت نظري واحد من اهم الاسباب دايما بتخلي رعايه النادي الاهلي كبيره انه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي عندها سيستم في اختيار مجالس ادارات النادي. وبالتالي دايما بنشوف مجلس اداره النادي الاهلي على مدار التاريخ بيضم يعني مجموعه من النخب الرياضيه والنخب الرياديه في المجتمع المصري ككل. وبالتالي الرعاه بيثقوا في مجلس الاداره وبيدوا له يعني بيحبوا ان هم يشتغلوا دايما مع مجلس اداره النادي الاهلي، بيمثلوا جمعيه عموميه كبيره وجمعيه عموميه عندها طريقه معينه في اختيار من يمثلها. الجزء الثاني الشعبيه ده جزء مهم جدا وانا عايز اقف عنده، ان هو في السنوات الاخيره بدا ياخد مسار علمي اكتر من حته ايه ان احنا قاعدين النادي الاهلي بيشجعه 40 مليون، النادي الزمالك بيشجعه 60 مليون، النادي الاسماعيلي بيشجعه 30 مليون. فنبدا حتى ان اعتقد برضو
كان جه النادي الاسماعيلي فتره فترات وقال انا عايز اتساوى في البث والرعايه مع الاهلي والزمالك. لا، نقطه مهمه جدا ان بقى في شركات يا كابتن اسلام متخصصه في حصر وحصد الشعبيه للانديه، منها مثلا مركز بصيره في مصر، ده مركز متخصص بالاحصاء والقياسات الشعبيه داخل الرياضه وخارج الرياضه. في 2015 الناس عملوا احصائيه ووجدوا من الشريحه اللي هم اختاروها ان قالوا ان جمهور النادي الاهلي من محبي الكره في مصر يبلغوا 72%. من قيمه 48 ساعه رابطه الانديه المصريه عملت استفتاء على الحساب الرسمي بتاعها، والاستفتاء ده شارك فيه ما يقرب من 200,000 واحد. دي شريحه برضه طبعا، لان اكيد النهارده 100% مفيش شركه هتيجي تعمل استفتاء ما بين 50 مليون واحد، مستحيل. هم بيختاروا شريحه. يا سبحان الله، نتيجه الاستفتاء برضه طلعت 72%. هي علي اللي كفافس فيها فعلا اليو ديانج بلقب رجل الجوله الاولى. ايوه، فاللي عايز اقوله ان الناس لازم تفهم ان الشركات وهي بتختار، طبعا جزء الشعبيه ده مهم جدا 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 جدا، لان انا المنتج بتاعي النهارده، بس انا وعندي منتج اسمه منتج كريم سعيد وبروح اتعاقد مع النادي الاهلي، انا مثلا المنتج بتاعي هيتحط في 3 فروع، هيتحط في الجزيره، هيتحط في مدينه نصر، هيتحط في الشيخ زايد، وكمان ان شاء الله النادي الاهلي خلال الفتره القادمه بيفتتح فرعه الرابع في التجمع الخامس. في حاجات كتيره جدا الناس تفهم ان هي مش كوره بس، صحيح، مش بطولات بس، مش هاجي اقول هو انا اخر سنتين اخر 3 سنين عملت، لا لا لا، ده موضوع كبير. واضافه ده طبعا اكيد احتلال النادي الاهلي لقب مثلا نادي القرن في افريقيا، النادي الوحيد في افريقيا اللي معاه اللقب ده، تاني هو اكتر نادي تتويج في البطولات الافريقيه، اكتر نادي تتويج في البطولات المحليه، وكمان النادي الاهلي يملك لا يقل عن 50% او 60% من لاعبي المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، وبالتالي الرعاه بيحبوا ان اللعيبه دي يظهروا ويبرزوا منتجاتهم من خلاله. طيب، ايه دور الشعبيه برضو يا ايمن من وجهه نظرك؟ لا طبعا، احنا شفنا كمان في الدول العربيه نادي الاهلي وقت ما بيلعب اي مباراه، اتذكر مثلا كنت موجود في ماتش الاهلي وروما، ماتش ودي في الامارات، بيحضروا الاستاد في ملعب هزاع بن زايد، بنتكلم في 25,000 مشجع للنادي الاهلي، منهم ناس بتسافر من مصر. لما حضرنا انا وكريم تغطيه برضو قبل كده ماتش السوبر اهلي وزمالك، وشفنا قد ايه التذاكر النادي الاهلي لما بتخلص اكتر من يعني قبل اي تذاكر تانية، وكمان جمهور النادي الاهلي بياخد حصص من الاجزاء تانية من الملعب. صحيح، النهارده بتتكلم في الامارات، السعوديه، اعداد كبيره، يعني جمهور النادي الاهلي في كل مكان فعلا هو موجود. فكره كمان لازم نفصل، يعني انا هستكمل كلام كريم في ايه، ان الناس برضه لازم تفصل بقى، بتتكلم يا كابتن اسلام الرعايه والبس، دي حاجه ودي حاجه. لا ليه بقى؟ ما هم دلوقتي دخلنا الفيلم ايه، يقول لك اصل في الدنيا كلها، في انجلترا البث التلفزيوني ممكن تلاقي فرقه مش عارف في المركز الكام هي بتاخد اعلى من مش عارف النادي اللي في المركز الكام. لا، هناك في انجلترا هم بيوزعوا حسبه البث دي ليها معايير فيما يخص البث، لكن النهارده كل نادي عنده الرعاه بتوعه اللي بيدفعوا له. صحيح، مفيش نادي بيتساوى مع نادي تاني في الرعايه عشان خاطر هو السنه دي كان في المركز اللي معرفش كام، او لا نسبه البث اللي بتدفع، لان النهارده عدد ماتشات معينه بتتذاع مثلا تلفزيونيا، الجمهور ده مبارياته بتتذاع ازاي، عدد الجمهور اللي بيحضر له في الملاعب، يعني ليها امور مختلفه. فالنهارده احنا بنتكلم عن الرعايه فقط، ده بند منفصل. فالنهارده الرعايه دي هي الشركات هي اللي بتروح تطلب ان هي تحط اللوجو بتاعها على تيشيرت النادي الاهلي. فالنهارده انت شركه الرعايه للنادي الاهلي حاليا اتصالات مصر هي اللي دخلت المناقصه او المزايده عشان خاطر ترعى النادي الاهلي، مش هي شركه موجوده ودافعه مثلا للانديه كلها وتحط الحصري بالظبط، يعني قصدي من خلال الشركه المتحده للتسويق الرياضي. فالنهارده ده كل نادي هو يقدر، النهارده في انديه في الدوري بتسوق لوحدها، هو النهارده عنده شركه بتروح تختاره، ممكن بعد شهرين ثلاثه شركه تانية تروح تحط عندها اعلان. ده الطبيعي، الرعايه ده جزء منفصل عن البث، مفيش حاجه اسمها معركه رعايه ومعركه بث. ومن الافضل حاجه اصلا كمان للامانه، ودي انا يعني اشكر فيها، انا يعني الواحد برضو كان
في بدايته اللي هي بنتكلم في بدايه الشغلانه دي، كابتن حسن حمدي في البدايه خالص لما حصلت الخناقه على موضوع البث اول ما ابتدى يتباع، راح كابتن حسن حمدي عمل حاجه جميله جدا. طب يا جماعه طالما الموضوع ما فيش ليه معايير، كل واحد يبيع مع نفسه. فالنهارده كل واحد بيبيع مع نفسه، وخلاص النادي الاهلي ده بيقدر بهذا المبلغ. انت كنادي ممكن تعمل ايه؟ عارف ان انت فكرتني بكلام الكابتن حسن صحيح، لانه اللي احنا بنشوفه الايام دي ان ده اللي فيدل على شيء واحد فقط، كذب مقوله ان الاهرام كابتن حمدي فاكر طبعا يديله الصحه يعني كان يقول لك ايه، عشان الكابتن حسن حمدي هو رئيس وكاله الاهرام في ذلك الوقت يعني، وهو رئيس النادي الاهلي او نائب رئيس النادي الاهلي في ذلك الوقت، وبالتالي بيديله اعلى رعايه. وهذا سبحان الله الايام تقعد تلف الاهلي بعد الاهرام كان صله، وبعد كده برزنتيشن تجيب للكابتن حسن حقه وهو قاعد في بيته. طب بالظبط. لا وكمان لو افتكر يعني كابتن الزميل الاعلامي كابتن محمد شبانه في رده على احد اللاعبين السابقين وهو بيتكلم عن موضوع الرعايه، هو نفسه بيقول لك انا كنت شغال في الاهرام، فبيشرح له بيقول له لما احنا تسالنا عن الموضوع ده اكتشفنا ان مؤسسه الاهرام اصلا من اعلان واحد جابته غطت الفلوس اللي هي حطها كرعايه للنادي الاهلي. فكمان النادي الاهلي يعني قيمته يعني تبقى اعلى. النهارده في شركه بتاخد وهي بتكسب من وراه، والنادي الاهلي بيكسب والناس كلها بتكسب. فالنهارده ده الاستقرار بالظبط. لا وده مجال رقمي. انا بدي لك مليار جنيه يا كريم، كريم قال جزء كريم سعيد فاشتريت منك كريم سعيد، نعم بس انا هاخده بمليار اروح انا بقى اسوقه لنفسي بمليار. لا وفي نقطه خطيره جدا الناس بتعرفها، ان موضوع البث والرعايه دي ارقام، ما فيش وجهات نظر. والناس اللي بتحط يعني يا جماعه يعني مثلا بس مباريات النادي الاهلي في اربع سنين 660 مليون جنيه مثلا، يعني الارقام دي ما بتدفعش هباء. في دراسات معموله ان هو هيجيب ارقام ونسبه مشاهدات دقيقه الاعلان لماتش الاهلي قد ايه. انا بس يعني بيقعد اي كمان هو كمان بيحاول قد ما يقدر ان اكيد مليون في الميه الراعي ده بيحاول يوفر على نفسه. هو اكيد يعني مش انا اسف مش مطلع الفلوس دي كده بيرميها في الهواء، لا هو حاسب حسبته وبيحاول على قد ما يقدر ان النادي الاهلي يعني برضه ايه يعمل له ديسكاونت، يعني مش بدفع الفلوس دي صحيح. لا يعني النادي الاهلي كان بادئ ب 800 مثلا ونسبه وتناسب بالزبط. ونسبه وتناسب يعني ايه؟ يعني النهارده النادي الاهلي بياخد 600 في البس عشان هو رعايته معديه المليار. مش هينفع مثلا حد يجي يقول ايه طب اوكي البس غير الرعايه اديني 500 وانا رعايتي ب 200. طب ازاي؟ ما ينفعش. يعني ازاي النهارده انت هتبيع ماتشاتك بمبلغ ضعف الرعايه اللي انا هاخدها للتيشيرت والاعلانات داخل المقر النادي. والنهارده هكمل كلامك يا كريم لو بنتكلم عن نفس كده ان انا اطلع ازعق لكل الناس لا لا. في كل الناس عشان اجيب ازاي. مفيش حاجه اسمها الزعيق ده من 2002 مش مشكله الزعيق يعني احنا بنزعق من 2002 بس هي الفكره احنا بنتكلم بالمنطق ليه النهارده هي ما بتتقاس كمان ان ما كلنا بنقعد نتفرج على الماتشات صحيح. لا ان النهارده انا كلنا بنقعد نتفرج على الماتشات بس النهارده هذا دي المباراه دي بتساوي دقيقه اعلانها رقم بعدد الاعلانات اللي بيتحط في الاستوديو دقيقة اعلانها في التلفزيون وفي الاستوديو غير الديجيتال بالظبط غير الراديو غير البلاتفورمز الثانيه فالنهارده يعني انت والسوشيال ميديا كل حاجه طبعا انا بقول لك كل النهارده في مشجع احد المشجعين على السوشيال ميديا عمل برضه حسبه لطيفه جاب اللايف بتاع مباراه النادي الاهلي على الانترنت من الموقع المسؤول عن يعني اللي بيبث الدوري بشكل رسمي اللايف وقت ماتش الاهلي كان 100,000 مشاهد المباراه الاخرى بنتكلم في 50,000 50,000 هو جابها الضعف انت كذاب بتكذب يا هو ده النادي ارقام هو ده هقعد ازعق لك يا عم بطل بقى يا عم انت ومعركه هي ايه معركه انا نفسي اعرف ايه معركه تانية كانت اسمها حاجه مهمه جدا دي حتى في البيع والشراء في مصر ومقوله احنا دايما كلنا بنقولها ارقام واضحه انا مثلا يعني الورقه دي نفترض انا هعرضها للبيع مثلا يعني انا اطلب الرقم اللي انا عايزه حقي انا قلت الورقه دي انا عايز ابيعها ب 10,000 جنيه انا حر اطلب السؤال هنا مين اللي هيشتري اللي هيجي يديني 10,000 جنيه مين اللي هيحط الفلوس على الترابيزه ويقول لي ايوه انت الحاجه بتاعتك فعلا تسوى 10,000 جنيه لان النهارده ممكن اطلب 10,000 جنيه واحد يقول لي بص يا كريم اخر عرض هديهولك هو 1000 جنيه موافق ولا مش موافق والعكس صحيح في النادي الاهلي الاهلي بيطلب مبلغ مثلا 10,000 جنيه بيلحق يقول له طب ممكن 8 فالاهلي يقول طب لا طب 9.5 يقول لا طب 8.5 لغايه لما يوصل ل 9 والديل بيكمل ليه؟ لان اللي بيشتري هنا عارف قيمه
المنتج اللي هو بيحط عليه. والموضوع سهل يا كابتن اسلام، في زي ما قلنا كده في شركات هي متخصصه في المواضيع دي رقميا. انت النهارده ممكن كنادي لو شايف ان مثلا اكس بيظلمك في الرقم، او شايف ان الرقم فيه بعيد، انت ممكن بنفسك تروح للشركات دي وتقول لها طب انتوا كشركات اعملوا لي انا تقييم وقولوا لي انا كمنتج مثلا اساوي كام. الشركه دي ممكن تقول لك انت بتساوي كذا، يعني انت تروح تطلب من الشركه مثلا اللي هتسوق لك او الشركات الراعيه، تروح تطلب هذا الرقم. فتبقى الموضوع، فالموضوع مش زي ما بنقول كده هو مش زعيق، لا انت روح استخدم الاسامي العلميه، هات الشركات دي وهي قيمك كمنتج وبعد كده تعرض بدليل. واخر عشان نقفل يعني، قصدي لو هنقفل الموضوع ده النهارده، رجال الاعمال في مصر ما اكيد يا زملكاويه يا اهلاويه، اصحاب الشركات يا هل النهارده الشغل لا ايوه ما هي بالظبط كده، انا قصدي كده كابتن هشام، هل النهارده رجال النهارده مثلا مش ممكن يكون راجل عنده شركه وراجل زملكا، طب ما اروح ادفع للزمالك مثلا 100 مليون، او راجل اهلاوي اروح ادفع للاهلي 100 مليار؟ لا ما هو ما فيش كده، هو كل واحد بيبصلك كبزنس مصلحتي ايه وشغل، مش عايزين موظفين. الموضوع مش ما بيمشيش كده، لأنه لو كان بيمشي كده كان هتبقى يلا نفتح مزاد وكل واحد يلم حبايبه وتبقى هي دي بقى الرعاية والبس وتبقى جهجهوني يعني. جهجهوني حلوة، جهجهوني. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل سنواصل ما تبقى من هذه الحلقة. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. عندنا إيه النهاردة كريم وأيمن؟ طبعا النهارده النادي الاهلي الانتصار الثاني على التوالي الحمد لله 1-0 في مباراه اسوان. لو هنبتدي سريعا قبل ما نستعرض اللقطات باحصائيات المباراه، الاهلي طبعا استكمالا لمباراه الاسماعيلي هو بيتفوق في الاحصائيات رقميا، ولكن يمكن النهارده مباراه اسوان نقدر نقول ان النسبه كانت اقل شويه فيما يخص خلق الفرص، فيما يخص الاهداف المتوقعه عكس مباراه الاسماعيلي. يعني لما بنتكلم طبعا الاستحواذ النادي الاهلي 62% مقابل 38 لاسوان، يعني العكس معلش 3 في المحاولات الصحيحه النادي الاهلي، هو يعني في حاجه غلط لان العكس النسب غلط. لا الرقم معكوس بس معكوس لا هي مش معكوسه، مفيش حاجه اسمها 83 و62 38 هي الرقم بس لا وكمان اعتقد يعني الجنب اليمين ده بتاع اسوان وجنب الشمال في النادي الاهلي المحاولات بتاعته كابتن اسلام بنتكلم في ان هي ست محاولات صحيحه مقابل من 11 النادي الاهلي مقابل ان اسوان عنده 2 محاوله صحيحه من 6. اوكي النادي الاهلي خلق فرص بنتكلم في 6 مقابل 5 لاسوان. نسبه الاهداف المتوقعه اللي هو الرقم اللي دايما بنتكلم عنده المره دي النادي الاهلي يا كريم 2.6 2.37 مقابل اسوان 0.66. فالنهارده النادي الاهلي المباراه الاسماعيلي كان 4 طبعا، النهارده بتقل ده معناه ان احنا خلقنا فرص اقل بالظبط. وكمان ما يعني كولر كان اتكلم عن ان احنا كان لازم الريتم النهارده كان قليل شويه، لكن نسبه التمريرات هي بنتكلم في العرضيات الصحيحه 6 من 27، الفوز بالكره النادي الاهلي كان اكتر، يعني كل حاجه اجمال النادي الاهلي اكتر، لكن هي بنتكلم في النقطتين بتاعه خلق الفرص والاهداف المتوقعه اللي قالوا عن مباراه الاسماعيلي، وده كان واضح شويه على اداء الفريق وكمان في تصريحات كولر بعد المباراه اللي هو اتكلم عن النقطه دي. طب واضح جدا يا كابتن النهارده المباراه ربما يعني ننظر لها ان هي اكيد بروفا لمباراه السوبر يوم الجمعه، وواضح جدا جدا ان كولر من المديرين الفنيين اللي بيمشي مباراه بمباراه طبعا جماهيريا اكيد، هو حتى كولر قالها من ساعه ما جيت النادي الاهلي كل اللعيبه وكل من بيقابلني بيكلمني عن ماتش الزمالك عن ماتش الزمالك، وهو بطبعه هو طبيعي اي مباراه ديربي كل مباراه اكيد ليها وقتها. لكن نقطه مهمه عايز اتكلم عليها قبل الماتش، مش هنتكلم خالص عن الفريق بشكل جماعي، بعض اللقطات كده لمحت لكل لاعب. مثلا شادي حسين في الشوط الاول عمل تسديده رائعه، بس قبل التسديده دي عايزين نشوف الكوره اتدورت ازاي والتحركات كانت عامله ازاي لغايه لما وصلنا للنقطة اللي شادي حسين بدأ فيها. نبدأ من عند حسين الشحات اللي في وجهة نظري عمل شوط أول النهارده مميز بالنسبة لي بصراحة، النهارده حسين كان ممتاز جدا. بيلعب الكورة وبينطلق فيما يشبه كده البلاي ميكر، ونبص على حسين ونتابع معاه هيعمل إيه ونستوب نستوب هنا. الترقيصة دي معلش لو نرجع نشوف الترقيصة دي ضربت كام لعيب. طبيعي جدا ان هو ان كل لعيبه نادي اسوان انظرهم اتجهت ان حسين شحات هيعمل التو لاكرم توفيق عشان يطلعه من على الخط. حسين عمل
مراوغه رائعه ناجحه ضرب بيها 1 2 3 4 5 لعيبه مره واحده اتضربوا وفتح له مساحه تمرير بقى يعمل هو عايزه. شايفين المساحه كابتن اسلام قدام منطقه جزاء نادي اسوان، وهنا نشوف تمركز شادي حسين امتياز يا ابني والله امتياز، بيقف بشكل مميز وصل المنافسين وباعد نفسه عن التسلل، استلم الكرة عمل التيرن وواخد القرار. ربما كان في حد يقول هو لو كان باص الكرة لعلي معلول كان حاطه فيما يشبه الانفراد، بس انا عاجبني ان شادي حسين خد القرار لان هو في قرارة نفسه عنده الاحساس ان انا اقدر اشوط. نفس الامر ده برضو اتكرر في اللقطه الاخيره معايا في الشوط الثاني لبرونو سافيو. برونو سافيو لعيب مميز جدا واستلامته للكره رائعه، خد الكره وودى انظار لعيبه نادي اسوان ان هو هيمرر الكره ويطلع علي معلول، بس هو برضو خد قرار التصويب. القرارين دول انا عاجبيني من اللعيبه لان هم يمتلكوا مهاره التصويب وكمان عملوا الشغل قبل قرار التصويب نفسه يا ايمن بشكل ممتاز جدا، حلو قوي قوي قوي. دي حتى كره سافيو لو تفتكر ماتش الاسماعيلي كان في برضه حاجه كده وراح برضه هو عامل نفس القطمه كده وراح شايطها بالظبط. اللعبتين دول من الالعاب الفرديه بصراحه النهارده اللي عجبتني جدا وحبيت ان انا القي النظر عليهم طبعا، واكيد اكيد بقى نبقى الكلام عن الفريق بشكل جماعي باذن الله باذن الله بعد مباراه نادي الزمالك لما نبارك للنادي الاهلي بالفوز بالصوره. يعني انا ممكن استكمل كلام كريم في حته سافيو في الكوره اللي عملها هنا لاكرم توفيق. هنا بنتكلم برده كابتن اسلام التمركزات بتاعت اللعيبه اللي هي التحضير، الكلام تكمله كلام كريم التحضير اللي احنا بنعمله. هنا علي معلول لعب الكره لقفشه، قفشه على طول لسافيو اللي بص فاتح تمرير، معلول ظهر له على طول لعب الكره. لو هنوقف بقى هنا، هنا كريم فؤاد وبصراحه هو اكتشاف في المركز ده كان عنده ممكن قرار واحد بس كان ممكن لو خده لو سند الكره قبل قرار التصويب، لا ليه قفشه؟ هنا زاويه التسديد لقفشه كانت أفضل. هتبقى افضل من هنا طبعا هو عمل عليها تراي تاني، لكن قفشه للامانه هنا تمركزه كان بقى صعب ولاعيبه اسوان كلها موجوده وجون قفل الدنيا. فهنا بنتكلم ان برونو سافيو حل مميز جدا لما بيلعب على الطرف مع علي معلول بيديله اكتر من حاجه، يا اما التمرير عنده جيد جدا لو ما فيش تمرير بيكسر وبيخش يشوط. ارجع بقى لاول حاجه كريم قالها على شادي حسين والحته اللي هو ايه بروزها بتاعت التمركز. النهارده لو جبنا لعبه الجون الاول بتاع النادي الاهلي، يعني طبعا اول ميزه ان النادي الاهلي الكره على طول هنا الثانيه بناخدها، ادي علي معلول ديانج مقرب خد الكره هنا بقى نقف. بص هنا شادي حسين اهو وهنا ده حسين ده قفشه واقفين هنا، ده تمركزات دفاع اسوان. سلم الكره لقفشه وبص اتحرك ازاي يا كابتن اسلام على طول مباشر قفشه لعب له الكره الطوليه في المساحه، الراجل واخد السبرنت بتاعه سبق مدافع اسوان ورط الحارس في ركله الجزاء. فهنا بنتكلم عن التمركزات بتاعت شادي محمد شادي حسين كراجل كمهاجم تمركزات جيده جدا. فده كان صفقه مكسب للنادي الاهلي ان شاء الله نفس الامور دي مباراه الجمعه تبقى بشكل افضل من كده كمان. النادي الاهلي يستطيع ان شاء الله يوم الجمعه، ان شاء الله نعمل حلقه برضو قبل يوم الجمعه مره اخرى ان شاء الله باذن الله حضراتكم وبقيه الزملاء موجودين معانا بحيث ان احنا نقدر نتكلم اكتر بقى عن هذه المباراة مباراة السوبر، لأنها بالفعل ستكون مباراة سوبر ما بين النادي الأهلي النادي الأول في مصر ونادي الزمالك. أنا بتكلم على البطولات والأرقام يعني لكن إن شاء الله تكون مباراة تليق باسم الناديين الكبيرين سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك. أنا بشكركم شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا كريم، شكرا جزيلا أيمن على وجودكم معنا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله غدا حلقة جديدة من البيت الكبير.